بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي المدفعجي الاهلاوي كابتن محمود ابو الدهب. نور الدنيا يا كابتن. حبيبي يا كابتن ميدو، انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله تكون حلقه كويسه وتليق بالساده المشاهدين ان شاء الله. عامل ايه يا نجم؟ الحمد لله حبيبي، كله تمام. والله كله الحمد لله تمام. الحمد لله. اكيد هسالك على الحدث مباراه الاهلي والترجي. طبعا طبعا اكيد هسالك عليها. يعني قول لي شفتها ازاي؟ يعني طبعا زي انا بشوفها زي اي حد اهلاوي بيحب النادي الاهلي، اتمنى ان النادي الاهلي يكسب بعد مش عايز اقول كبوه، لكن دي كره القدم. لكن شفت اللعيبه، انت كنا لعيبه كان من فروق ان احنا بنتمنى نكسب ونفرح جماهيرنا. النادي الاهلي حاول بكل بشتى الطرق ان هو يكسب، لكن ما كانش فيه توفيق. يمكن انت عارف ان فرقه الترجي يمكن كان بيدافع كويس جدا بشكل محترم. لكن حاجه ثانيه، يمكن الحكام برضو في افريقيا لازم يبقى في وقفه معاهم، لان احنا عندنا كل حاجه لسه النادي الاهلي مش كل سنه هنتكلم، يعني مش كل فتره هنتكلم على التحكيم. لكن النادي الاهلي كبير وقادر ان هو ان شاء الله يرجع للمستوى اللي معهود اللي يفرح جماهيره ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني عايز اقول لكم نتائج الامس، حضراتكم عارفين طبعا الاهلي تعادل مع الترجي 0-0 سلبيا، وتاونشيب برولز البوتسواني كسب كامبالا سيتي 1-0. كامبالا سيتي اللي هيقابلها النادي الاهلي ان شاء الله في الجوله المقبله في اوغندا، ربنا يستر على المفاجات الافريقيه يعني والحكام الافارقه. مولوديه الجزائر والدفاع الحسني اتعادلوا 1-1. دي كانت نتائج المجموعه. عايز اقول لكم ان مازيمبي كسب وفاق الصيف 4-1. يعني خالد بن يحيى النجم التونسي ومدير الفني للترجي التونسي قال ان اللي هينافسنا احنا والترجي منافسه فعليه هو فريق مازيمبي الكونغولي. احنا والاهلي بينافس الترجي والاهلي منافسه فعليه هو مازيمبي الكونغولي. علشان كده مازيمبي فريق تقيل جدا. طبعا فريق طبعا. كسب 4-1. مفيش فرقه سهله. البطوله كلها فرقه، كل الفرق عندها طموح انها تكسب البطوله، وفرق قويه. الترجي، مازيمبي، كامبالا سيتي ليها باع كبير جدا من الفرق المحترمه، النادي الاهلي. فكل فرق كل فرقه بتلعب في البطوله بتحترم من الاخر. لكن كل بطوله قويه وبطوله جامده، لكن في بيتوقف عامل الخبره في البطولات دي. يعني زي بطوله اوروبا، الناس لما بتشوف ريال مدريد في الدوري الاسباني مش كويس، لكن بيعرف يلعب بطوله اوروبا وبيعرف يلعب الفرق الاوروبيه. هو النادي الاهلي كده. النادي الاهلي ممكن مش عايزين نقول النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي بطل الدوري، مش عشان اتغلب ماتش او ماتشين ان احنا نقول النادي، لا، النادي الاهلي نادي كبير وبيعرف يلعب الفرق الكويس، عنده خبرات كبيره جدا. فانا عايز اقول لك حاجه، ان البطوله قويه، يعني بطوله جامده جدا، فهي تفرق الخبرات ان شاء الله. يعني كابتن محمود، كابتن حسام بدري امبارح في المؤتمر الصحفي قال الافريقيا ما بقتش كوره بس. طبعا طبعا. انت بص، انا في افريقيا عامه يا كابتن، واحنا كنا بنلعب تخاف من التحكيم الافريقي. مفيش عداله ومفيش يعني احترام للفرق، احنا في ظلم. ممكن انت بتقول دلوقتي كلمه كويسه، انت بتخاف من المفاجات. انت بتخافش من مفاجات الفرق، لان انت بتعرف تلعب الفرق وبتعرف تلعب في افريقيا، والفرقه اللي بتلعبك عارفه هي بتلعب النادي الاهلي. انت بتخاف من الظلم التحكيمي. احنا مش عايزين نتكلم على الشماعه، لكن التحكيم بيضيع مجهود فرقه. انا دايما بقول هي مش شماعه. لا، هي مش شماعه. انا مش عايز اقول شماعه، لكن ان انت بتضيع مجهود فرقه كامله. ان انت بتلعب على بطوله، النادي الاهلي بيحسم بطوله، ترجي عارف كويس جدا هو بيلعب مين، بيلعب النادي الاهلي على ملعبه، وعارف خبراته وعارف لعيبته. فبالتالي النادي الاهلي امبارح الترجي بيعمل كل سبل وكل المشروع او غير المشروع لايقاف النادي الاهلي بضرب. ويمكن شفنا في اصابات كتير جدا، يعني انا حتى امبارح بقول ده مباراه ملاكمه. النهارده الشناوي كان بيتعور، وليد سليمان بيتضرب، عمرو السوليه طلع اتعور. يعني ما فيش حمايه حتى من الحكم. فدي هي المشكله، احنا كنا بنخاف من الظلم التحكيمي. هي دي المباراه. لكن النادي الاهلي فرقه كبيره وقادره ان هي تعدي ان شاء الله للادوار دي باذن الله. يعني تعالى نرجع شويه كابتن محمود لمباراه الزمالك والهزيمة المعنوية اللي تلقاها النادي الأهلي. هي هزيمة معنوية لا أكثر ولا أقل، لكن هل فعلا الهزائم دي، هزيمة الزمالك وخروج الأهلي من كأس مصر، هل ممكن تأثر على اللعيبة نفسيا، تأثر عليهم سلبيا؟ بص يا كابتن ميدو، يمكن أنا أقول لي لو أنت تفتكر حالة مثلا أنت مريت بيها انا اول لا انا اقول لك الحاجه، يمكن انا عكس الناس كلها. يعني يمكن انت بنتكلم بلغه الكوره بالبلدي، الناس تفهمنا شويه. عايز اقول لك حاجه، فرقه الزمالك او كابتن خالد جلال نزل يلعب مش فارقه معاه، يكسب ما يكسبش. ما قال لك انا بتغلب قبل كده والناس كده كده بنتغلب، فاحنا نلعب. يمكن هو حصل نوع ثقه عند لعيبه النادي الاهلي انه نازلين هتكسب. يمكن الناس كتير جدا بتتكلم ابو براه الاهلي هيكسب لان الزمالك مش في حالته.
فبالتالي المدير الفني لو انت مدير فني هتقول لفرقه الزمالك او فرقه انت ماسك فرقه هتقول له انزل هاجم. يعني ما هي لو دخل في جون او اتغلبت هي ممكن تكون حاجه حياه وموت. كان المباراه كانت حياه وموت، فالراجل مش باكي على حاجه، هو عاوز يكسب فابتدى يهاجم، فربنا كرمه او وفقه ان هو يجيب جونين في اول ربع ساعه. يمكن دي عقبه للنادي الاهلي ما رجع او وقف على رجليه شويه. وبعدين كانت المباراه عصبيه بشكل كبير جدا، يمكن نادي الزمالك او لعيبه الزمالك يعني المباراه حاولوا ان يستفزوا لعيبه النادي الاهلي واستفزوهم بشكل كبير جدا. يمكن دي اثرت على لعيبه كتير جدا في المباراه. اصابه سعد سمير احكي لك على موقف قبل اطلع بس السادة المشاهدين من موضوع الزمالك والكلام ده كله. انا بصراحه يعني مباراه مش طالما مباراه مش مؤثره قوي انا بصراحه ما اتفرجش عليها. يعني مع كل احترام والتقدير طبعا لنادي الزمالك فريق كبير جدا، لكن انا يعني كنت مسافر فانا عندي برامج في التليفون بشوف فيها نتائج الماتشات. فالمهم فتحت طبعا التليفون وانا مسافر ببص لقيت 1-0 للزمالك، فقلت عادي. فشويه راح انت عندك ثقه انها تتعادل او تكسب يعني برضه انت عندك. انا قلت عادي ماشي يعني ماشي 1-0. شويه راح التليفون مديني هدف فبصيت 2-0 لقيت 2-0 قلت لا البرنامج مهنج والله العظيم. ايوه صح مش مصدق. المهم فقلت لا البرنامج بتاعي مهنج يعني استحاله الكلام ده يحصل. فروحت ايه عامل ريفلش للبرنامج لقيت 2-0 قلت لا يمكن البرنامج فيه حاجه. فروحت على برنامج تاني برنامج تاني انجليزي لقيت برضو 2-0 قلت ده بجد الموضوع بجد. طب ازاي طبعًا. يعني عايز اقول لك على حاجه، انت عايز تقول ان انا يعني مش متوقع ان النادي الاهلي في المستوى خالص. ده او في الاداء ده خالص. لا كمان اديك عامل ايه، ان مستوى نادي الزمالك قبل المباراه يعني مع احترامي طبعا الكبير لنادي الزمالك فرقه كبيره وفرقه محترمه، لكن انت مستوى الاهلي في المباراه دي او في الدوري عامه انه ما يتغلبش يعني انت فاهم قصدي. فبالتالي ان انت النادي الزمالك في الوقت ده انه يكسب 2-0 ويجيب 2-0 في اول ربع ساعه، فدي كانت مفاجاه لناس كتير جدا. يعني اللي ساعد على ده كابتن ميدو سوء حاله في بعض اللاعبين النادي الاهلي او في ثقه زياده عن اللزوم من بعض اللاعبين. وبعدين عايز اقول لك حاجه ساعد على ده ان الحكم برضو ما اداش، مش عايزين نتكلم برضو التحكيم المصري والناس تقول لك لا، ان كمان ايه ما فيش حمايه في الملعب. يعني في ناس كتير جدا كانت تطرد النهارده، كنت لازم تحزم المباراه من بدايتها. انا معاك، انا قلت على فكره لا ما خلينا نقول يعني انا عايز اقول حسام عاشور دخل تدخل جامد كان لازم يستحق بطاقه مش عارف ليه دخل يعني مثلا في اوباما اصابه سعد سمير من لاعب نادي الزمالك اوباما يعني ده جيت يستحق طرد يا كابتن. في مشكله انت ما حميتش اللعيبه فبالتالي انت كان في فوضى زي ما كابتن حسام بدري قال. فدي كانت عامله نوع من المباراه في العصبيه الزايده النهارده، حتى اللعيبه كلها كانت متنرفزه، اللعيبه كلها كانت متضايقه. يمكن انا شفت كمان حاجه ان احنا كنا زمان نقول ايه لو ميدو مثلا بنلعب ماتش لو ميدو عايز يعترض الحكم يا جماعه ما تسيبوش يروح لوحده يبقى كلنا نروح مع بعض. لا في واضح ان في تركيز جدا من لعيبه الزمالك لاستفزاز اللعيبه لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الحكم. هو بالنسبه لهم يا كابتن كانت حياه وموت وهي الثروه اللي هيطلعوا بيها من الدوري طبعا ان انا اكسب النادي الاهلي وعندهم حق بصراحه. هو عايز يقول لك النادي الاهلي برده حاجه هو عايز يقول لك ايه، هو عايز يبوظ الفرحه بتاعت النادي الاهلي ان النادي الاهلي واخد البطوله من قبلها ب 8 9 اسابيع. بس الفرحه احنا فرحنا قبلها بكتير. طبعا يعني لا ما بتفرقش يعني الفرح احنا فرحنا بلابس اكيد انت فرحت يوم ما خدت الدوري. بس غريمك يعني احنا بنتكلم لا بس انت بطوله خاصه يعني عارف انت ان مباراه جماهيريه بين فرقتين كبار. بطوله جماهيريه بطوله اعلاميه يعني اعلاميه كبيره جدا. وعايز اقول لك على حاجه يعني بتبقى على السوشيال ميديا بين الجماهير يعني انت فاهم اصحاب وحبايب. ما انا بقول يعني حتى مثلا عندك فيسبوك والناس برضه كتير لا كتير وبتتكلم اهلي الزمالك يعني حتى يقول لك احنا ضيعنا الدوري ضيعنا فرحه الدوري. ما فيش حاجه اسمها ضيعت فرحه الدوري. المشكله ان انت النادي الاهلي كان نفسه يعني انا بامانه يمكن كلاعب او راجل بحب النادي الاهلي ان انت كنت كمان تاخد كاس مصر لان انت كنت الموسم ده عالي جدا. يعني انت لعيبه النادي الاهلي فعلا كنت وصلت للتوب يا كابتن بورو. لا كمان يا كابتن ميدو ايه المشكله، الميزه كمان ان انت النادي الاهلي ما كانش بينافسك حد. يعني احنا كنا بنقعد نتكلم او جميع النقاد او جميع الناس اللي بتطلع في قنوات يقول لك النادي الاهلي بيلعب في حته ثانيه وبقيه الفرقه بتلعب في حته ثانيه. لكن عايز اقول لك على حاجه برضو في عوامل كتير يعني مش عايزين نقول برضو التحكيم او الفرقه الزمالك كويسه في فتره النظر. انت برضو عندك غيابات كتير جدا مؤثره. عندك واحد زي عبد الله السعيد ده يعني حدث ولا حرج مالوش بديل في منتخب مصر. لما تيجي النادي الاهلي لا ما فعلا كان مانوت ميزان راجل من اللعيبه اللي بتتقل على الكوره، راجل لاعب بصير كويس جدا بيعمل اسيست. خلينا نقول كلام كتير جدا بنتكلم في كوره كان راجل بيحدث لك الفارق. النهارده اسلام محارب كان بينزل هداف يعني انا من الناس اللي معجب بيه جدا. راجل هداف بينزل راجل بينزل بيأدي بشكل كبير جدا بيبقى هداف برضه تراجع مستواه بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه كانت مفاجاه كبيره جدا. طب ليه تراجع مستواه؟ بص اللعيب المصري
لعيب مصر ثقافته النهارده. معلش انا النهارده الاسلام مش مجهد، مش قلت يعني مجهد يا كابتن. انا النهارده بص يا كابتن ميدو، كل احنا بنتكلم كلاعب كوره، مش هتكلم كواحد ناقد جاي يتكلم وينقد او يحلل المباراه. انت بتتكلم، انت عايش مع اللعيبه وعايز. انا النهارده لعيب لما باجي اقول ايه، انا بنزل اجيب جون، يعني اذا انا كويس. انت النهارده بتقول وانت مدير فني بتقول للعيبه انت مالكش دعوه، تلعب تبقى اساسي تبقى موجود، تنزل ما تنزلش تمام. اعمل اللي عليك تمام. حسسني ان انا قعدك بره غلطان. فاسلام محارب لما بينزل بيبقى كويس، فبيجيب جون ويبقى هداف وبقى كويس، يقول لك ليه انا ما ببداش من بدايه المباراه؟ ما هو طبعا اللعيب بيفكر وبعدين بيزعل او بتجي له فتره من الاحباط. انا بنزل ببقى كويس وبعدين بروح قاعد على الدكه. طب ده سبب؟ طب ممكن يكون مثلا الضغط، الضغط العصبي. خلي بالك برضه اللعيبه دي ما عندهاش خبرات. لا لعيبه النادي الاهلي كمان لا. وبعدين اللعيبه ما عندهاش خبرات. لا في لعيبه، في لعيبه ما استحملش الضغط. ما هي دي مشكله. كل ما تدخل على هلعب ماتش الزمالك، انا اتغلبت في ماتش الزمالك، طب هل بقى الاسيوطي داخل على ماتش كاس ممكن اخرج؟ لا. ممكن مش عارف ايه، تلاقي اللعيب دماغه. انا ما بتهيأليش الضغط يا كابتن، امال لو لعبوا تحت ضغط جماهير يا كابتن. ما دي المشكله، يعني انت ما عندكش جماهير. يعني انا بقول لك ان فتره، احلى فتره في اللعيبه بتلعبها دلوقتي، حظك كويس انت ما فيش جماهير في مدرجات. يعني انا راجل بلعب مش محدش بيكلمني بره. هي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. في لعيب ما يعرفش يلعب الجمهور، فانتوا ما قرر كان جيلكم ما يعرفش. انا والله انا اقسم بالله كنا بنبص على الجماهير، لو ما لقيناهاش نزعل. اه طبعا، لان امبارح انت جماهير النادي الاهلي بتشجع لاخر دقيقه. طب يعني الناس عاوزه تكسب والناس فرحانه. فاكر اول ما كنا بننزل استاد القاهره كنا بنفتح الشباك ونبص، تفتح شباك عشان تبص تشوف الجماهير كبيره ولا كتير ولا مش موجوده. حتى لما بتلاقي جزء صغير تقول لا دلوقتي هيتملي. فانت الناس دي جايه تشجعك، لان بالزبط. انت واثق وعندك ثقه ان اللعيبه دي جايه تشجعك، او الجماهير دي جايه تشجعك، مش جايه تبقى عيب عليك. الحاجه الثانيه، انا عمري ما شفت جماهير وافيه زي جماهير النادي الاهلي. عمرها ما شتمت لعيب، وعمرها ما نقدت لعيب، او عمر اللعيب مثلا او جت عليه ممكن بتيجي عليه حب او عشم ان ده كان بيحبوه وزعلانين منه. لكن عمرهم ما يشتموه، او عمرهم ما يحسسوا ان ما خلاص هيبطلوا كوره. يمكن في ناس كتير جدا زعلت على عبد الله السعيد وقالت ازاي يمضي ومش يمضي، لكن بعد كده ابتدت تتراجع. اقول لك عبد الله السعيد مؤثر، خد بالك عندك غيابات كتير جدا الفتره اللي فاتت، اظهروا بشكل كبير جدا هداف بقى له فاضي هداف الدوري. فانت النهارده العوامل كتير يا كابتن ميدو، ان انت مغلوب او بتغلب لعده اسباب. ان انت النهارده عندك غيابات بشكل كبير جدا، عندك النهارده عبد الله سعيد مؤثر بشكل كبير جدا، عندك سعد سمير، عندك ما فيش حد كمان. في لعيبه ابتدت الخبرات بتاعتها قليله. فاتمنى ان شاء الله الكابتن حسام اتدارك الموقف ان شاء الله ويرجع للمستوى الفتره الجايه. يعني عايز اقول لك، طالما انت بتتكلم على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ظهرت قوي لما بدا النادي الاهلي يعني خسر من الزمالك، طلعنا في الكاس التعادل، لكن قبل كده كان الاهلي بيكسب. انت في حد مش عبد الله سعيد طالع في القصه؟ بص ما كانش طالع بقصه. لا يا كابتن بص، هل احنا علشان بدا الاهلي كده، ولا هل هو فعلا كده ما الاهلي كسب؟ لا انت بتتكلم بلغه الجماهير برضه. ما انا بكلمك جماهير. النهارده الناس لما بتيجي تتكلم بتقول لك ان الاهلي دلوقتي بقى بيلعب طويل. النهارده ما فيش حد بينزل يستلم، او ما حدش بينزل يباص يتحرك زي عبد الله سعيد. انه في واحد رمانه ميزان زي انا زمان لما كنا بنلعب يا كابتن ميدو، كان هادي خشب او كابتن رضا عبد العالي يقول لي حط الكوره في رجلي. طب ليه؟ طب معلش يا كابتن، انا اسف ان انا بقطعك يعني، عشان بس انا بيجي في دماغي حاجات. يعني ليه امبارح ما قلناش اجويه؟ ما قلناش وليد ازارو؟ بص لان انت عبد الله سعيد كان عالي قوي في الفتره دي. طب ما انت عندك عبد الله سعيد لو كان بيلعب امبارح كان هيعمل ايه؟ مش كان هيعمل ايه؟ هو ما عندوش ازارو، ما عندوش اجويه، اللي هو الحاله الفنيه الجميله جدا والعاليه جدا اللي كانت بين الثلاثه دول. يعني عايز اقول لك على حاجه، كان في زحمه جدا في المباراه في الشوط الثاني بالخاص، ان انت النهارده فرقه الدرجي عامله دفاع منطقه وبتلعب على المرتده. النهارده لازم تفتح المباراه، لازم حد ينزل يستلم الكوره ويلعب، لازم يلعب مع وليد سليمان، يلعب مع صلاح محسن. لكن مفيش التحركات اللي هي كان عبد الله سعيد بيحركها للعيب الاساسي النهارده. فانا بقول لك الناس اتعودت ان عبد الله سعيد يبقى موجود في الفرقه. فانا مش معنى كده ان النادي الاهلي هيقف على عبد الله سعيد، او ان عبد الله سعيد مش موجود يبقى النادي الاهلي وحش. لا، انت عندك ما عندكش اللي هو رمانتي زاد بيحرك اللي عنده همسه الوصل بين الدفاع والهجوم. لا انا فاهم، انا فاهم. يعني انا مش عارف انا مش عايز حد يفهم إيه من كلام يا جماعه ان انا بقلل عبد الله سعيد. لعيب كبير جدا ولعيب يعني صديقه، يعني هو اذا كان هو كان احد الاشخاص برضه وصل لاحمد فتحي كلام برضه. انا بتكلم احمد فتحي وعبد الله السعيد يعني دولت، واحمد فتحي تحديدا كمان راجل مش هتلاقوه كتير في الكوره طبعا، مش عشان طبعًا. مش هتلاقوه كتير في الكوره بشخصيته برجولته بموته في الملعب بحبه اللي مش طبيعي للفريق باخلاصه الرهيب، حاجه مش هتلاقوها في الكوره فعلا. لكن لما يجي على الاهلي لازم اقول له لا خلي بالك طبعًا. خلي بالك طبعًا. احنا كده لا، ده احنا يعني بيقولوا الزعل على قد المحبه يا كابتن محمود، او اللوم على قد المحبه كده يعني. فطبعا لكن عبد الله السعيد لعيب عالي جدا، لعيب مؤثر في اي فرقه، لكن برضه هو حظه ان هو في نادي مبادئ طبعا.
النادي ما النادي لا بص تعودنا من النادي الاهلي ما بيقفش على حد بالظبط حتى لو هو مين وكم وخبرات يعني شفنا لعيبه كتير جدا كان نجوم والنادي الاهلي ماشي يعني النادي اللي ما بيقفش النهارده محمود ابو الدهب موجود لا في غيره بيجي موجود فيجي سمير كمونه بيجي ابراهيم سعيد بيجي عماد النحاس فبتتغير النهارده النادي الاهلي زي ما قلت لك كبير وطول ما النادي الاهلي مش احنا اللي عملنا النادي الاهلي اللي عملنا لان احنا اللعيبه دايما بنقول احنا بنلعب في نادي مبادئ وقيم اللي بيحترم المكان اللي هو فيه فانت النهارده النادي الاهلي خيره على كل اللعيبه اللي موجوده يا كابتن يعني من اول شوف طبعًا. مثلا اي حد كان داخل النادي الاهلي ازاي طبعا وبيخرج منه ازاي او بعد سنه او سنتين ازاي كابتن انا كنت بقول لك كابتن انت كنت في انبي احنا كنا بنخترع كوره في انبي ولا حد كان هو فرقه كوره كويسه بص لكن في الاهلي تروح يقول لك بص الباصه طب ده احنا كنا بنعمل قد الباصه دي عايز بص يا كابتن بص عاوز اقول لك حاجه كابتن مينو بامانه يمكن عايز اقول لك على حاجه انا لعبت في النادي الاهلي بعد ما مشيت من النادي الاهلي رحت لعبت انديه ثانيه مختلف تماما لا 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 مو انت هنا بتلعب على بطوله لا بص انت بتلعب رايح بكره يعني انت بتلعب الماتش كل ماتش بتلعبه بطوله ان انت بتلعب على 3 بونت لكن انا الفكر ثاني في الانديه الثانيه متغير يعني انا بص بقول لك ايه انا نفسي اقعد مع الفرق او المدربين المديرين الفنيين في فتره اعداد بيقولوا للفرق ايه غير الاهلي بيقولوا لهم ايه انتوا هتلعبوا على ايه لكن النادي الاهلي بيقول لك احنا بنلعب على بطوله فلما يجيب لعيب يقول لك انا عاوز لعيب اثنين وثلاثه عشان انا بلعب بثلاثه في بطولات النادي الاهلي ما بيرضاش الا بالمركز الاول الثانيه لما بيكسبوا الاهلي بالنسبه لهم بطوله انا بكمل كلامك بالتالي يا كابتن ميدو النهارده لما تيجي تشوف الدوري المصري بتاعنا في فرقه او فرقتين بينافسوا على الاول ثلاث اربع فرق بينافسوا انا ما شفتش دوري في العالم ان انت بتنافس على الوصيف ان انت الحرب الوقت على المركز الثاني والباقي في فرقه ثلاث اربع فرق او خمس فرق بينافسوا ان هم يقعدوا في الدوري الممتاز لا فوق ولا تحت هم عايزين يبقوا في النص وخمس فرق بينافسوا على الهبوط هو الدوري بتاعك مقسوم كده ليه لان انت في فرق عندها طموح كبير جدا النادي الاهلي بيخش في بطوله افريقيا عايز يكسب بص ما بيشبعش النادي يقول لك بطولات لا ما بيشبعش ولا جماهيره ما شاء الله لو عنده بطوله بكره يقول لك يا عم لا النادي اللي عاوز ياخد الدوري عاوز ياخد الكاس حتى تلاقي في تاثير امبارح من لعيبه النادي الاهلي يعني اعذرهم بشكل كبير جدا ان هو كان كل لعيب تقول له تتمنى يقول لك ان ياخد الكاس دي اثرت بشكل كبير ياخد الثانويه لكن عشان كده النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات فبالتالي الفرق اللي بتلعبه بتبقى مغلوبه او بتبقى عندها طموح ان هي تبقى في الدوري او تلعب في الكونفدراليه او تلعب في البطوله الافريقيه فدي مشكله كبيره بالظبط يعني زي ما قال الكابتن محمود ان النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات ولا جماهيره بتشبع بطولات ولا لعيبته ما بتروح النادي الاهلي غير لما بيقعدوا سنه والثانيه غير لما بيخرجوا من النادي الاهلي عشان كده احنا دايما بنقول اللعيبه لا الاهلي بيبقى ليه جزء كبير وعايز اقول لك حاجه في فروقات بدون قطع كلامك يا كابتن بيدو يمكن احنا كلعيبه او لما بنبقى مدربين انت بتنقل الخبرات دي للانديه الثانيه ان انت عاوز اللعيبه او الفرق الثانيه تلعب على بطولات يعني عايز اقول لك على حاجه بسيطه في الكوره يعني الكابتن حسام واخد الحماس والقوه دي منين بيستمدها منين او مديها لعيبه النادي المصري يمكن عايز اقول لك انا لعبت في النادي المصري لكن كان عندنا لعيبه ممكن تحس تكسب ما تكسبش مش فارقه لكن انا ببقى اشوف فرقه المصري دايما بتلعب على الفوز هو روح حسام حسن مستمده منين روح حسام حسن اللي كان مكتسبها من النادي الاهلي ان انت بتلعب على الفوز على طول النادي المصري دلوقتي انا سعيد جدا بمستوى النادي المصري انا بتكلم ككوره ان انت النادي المصري دلوقتي كل مباراه حاسس ان النادي المصري بيلعب على بطوله او بيلعب على الفوز فمستمده من المدير الفني اللي هو كان الكابتن حسام حسن اللي كان بيلعب في النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي وحسام ابراهيم بصراحه طبعا روح غريبه لا وبتكسب يعني روح غريبه بصراحه يعني انت النهارده انا عايز اقول لك على حاجه انا ماتشات صعبه يعني روحهم في الاهلي وودوها الزمالك وودوها المصري وودوها الاتحاد اكتسبوها منين؟ من الاهلي بس يعني برضو ارجع على موضوع عبد الله السعيد كان مع عبد الله السعيد امبارح كان نجوم كبيره جدا ازارو واجاييه لكن امبارح كان الكابتن احمد طيب بصوا انا عارف ان في ناس دايما بيقولوا مع الكابتن احمد طيب ان هو زملكاوي قوي انا عايزكم تنسوا قصه الزملكاوي والاهلاوي دلوقتي تحديدا انا بكلمكم على احمد طيب راجل فاهم كوره قوي حتى انت لو تسمعه وتشيل ان هو زملكاوي هتعرف ان هو بيتكلم في الكوره كويس قوي 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 لكن امبارح هو ما كانش طيب بصراحه ما كانش طيب خالص كان امبارح يعني قال عبد الله السعيد لو عبد الله السعيد كان بيلعب في الماتش ما كانش هيقول اسمه اكتر ما قاله امبارح فانا بقول لك ما كنتش طيب امبارح لكن انا بصراحه بستمتع بكلامك لانه كلام في الكوره فعلا في الصميم طبعًا بيعرف يتكلم قوي في الكوره بيعرف يحلل الكوره كويس قوي قال امبارح كذا نقطه كده مش عايز اكررها لكن اللي ملفت لنظري ان حضرتك تغفلت تماما دور ازارو وتغفلت تماما دور اجاييه وتغفلت تماما دور سعد سمير لان سعد سمير لعيب مهم جدا حتى لو هو
بيلعب مساك لكن لعيب مؤثر جدا، هو بيطلع بيلعب بدماغه، جاب لنا جوان كتير جدا في الدوري وفي افريقيا، زي ما ازارو كان هداف الاهلي، زي ما اجاي نجم الاهلي، زي ما عبد الله السعيد برضو. لكن انت تغفلت وكنت مش طيب امبارح، كان ليك وجهه نظر تانية خالص. فدي كانت نقطه برضو كنت عايز لا عايز اقول لك حاجه، لا يا قبل في ناس اتكلمت فيها كتير جدا، لكن جماهير النادي الاهلي واعيه، وجماهير النادي ما بتحطش في دماغها كابتن ميدو، ده جماهير النادي كبيره فاهمه، زي ما قلنا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان جماهير النادي الاهلي عارفه كويس جدا ان النادي الاهلي زي ما احنا بنقول دلوقتي ما بيقفش على العين. عبد الله سعيد موجود مش موجود، هو جماهير النادي الاهلي ما بتحبش عبد الله سعيد، لكن بتحبه جدا الكلام اللي جماهير النادي الاهلي عارف النادي الاهلي نادي مبادئ، نادي قيم، نادي ما بيهزرش. لكن في ناس بتبقى لها اغراض ثانيه، اكيد انا النهارده خليني في المباراه، خليني في اللعيبه، وبعدين يا كابتن فاروق يا كابتن ميدو سوري، لعيبه النادي الاهلي بما حضر بالظبط. خلينا بس يعني خلينا بقى النهارده هو كابتن محمود سمعنا بقول في الايربيس والله بقول لك الاهلي بما حضر لا معيه النادي الاهلي ايه، مش هقول النهارده لا في اجايه في 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 ازارو، طب ما الناس دي كانوا موجوده مؤثرين ما اتكلمتش عليهم بالظبط. ما انا بتكلم عشان عبد الله سعيد، لان الناس في هدف ان انت مش عايزين بقى نزود الشحن المعنوي. ما انا قلت له هو ما كانش طيب، انا بقول لك هو شخصيه محترمه وانا بحبه جدا وبحب تعليمه، لكن ما اقعدش ازود. بيتكلم في الكوره طبعا يعني لا بيتكلم في الكوره بس خلي بالك، انا سعيد جدا بجمال النادي الاهلي. امبارح بيكلموني، انا كنت في اسيوط امبارح يا كابتن بتفرج على المباراه هناك، بامانه بيتكلموا باسلوب شراكي، يعني شوف الناس في صعيد مصر بتتكلم بتقول لك احنا مش هننساك ورا الكلام اللي بيتقال، يعني ناس كتير جدا بتقول لك خلاص الناس فاهمه محمود. فاتمنى ان الناس تهدى شويه، لان النادي الاهلي نادي كبير مش هيقف على اي لعيب مهما كان هو اكيد. يعني النهارده الكابتن خطيب كان بيلعب في النادي الاهلي وبطل، الكابتن طارق زيد كان بطل، الكابتن شريف عبد المنعم، ناس كبيره وناس مش عايز انسى حد، ناس كبيره جدا بطلت، النادي الاهلي ما وقفش والنادي الاهلي ماشي. فاتمنى ان شاء الله ده اللي احنا بنقوله، لكن احنا بنقوله دايما. الحاجه الثانيه يا كابتن ميدو، احنا مش عايزين ننساق، لان في ناس فعلا حابه ان في يبقى في رغي في النادي الاهلي كتير في الفتره اللي جايه، اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نوقف، يعني النادي الاهلي كبير ويقف على رجليه الفتره الجايه اكيد. انا مش عايز برضه اتكلم في القصه دي كتير، يعني انا قلت قبل ما انت تيجي قلت انا مش عايز كل من هب ودب بيطلع اقول انا خايف عليه. على الاهلي لا يعني لا النادي الاهلي ما حدش خاف عليه، لا انتوا اللي خايف على نفسكم والله العظيم. يعني انا دايما بحترم المكان اللي انا فيه، دايما بحترم الكيان الكبير اللي انا فيه، لكن ساعات بتبقى مستفز كده جواك لما تشوف اشكال غريبه طالعه. هو عايز يوصلك لكده، هو عايز يطلع له جواك فيستفزك عشان يطلع جواك، لكن احنا الحمد لله احنا حاجه غريبه جدا يعني. ربنا يهديه ربنا يهديه. عايز اكلمك على الحته الدفاعيه، اللعيبه المميزه جدا في المكان الدفاعي مع النجوم اللي كانوا معاك، الحته الدفاعيه في النادي الاهلي بينقصها ايه؟ بص ينقصها حاجات كتير يا كابتن، يعني انا حزين جدا، يعني انت عارف انت لما بتحصل اخطاء بتفتكر زمان ان انت كنت ما انا بقول لك يعني لعيبه كبيره، لعيبه خبرات كبيره جدا، مش عاوز اقول لك ان حاجه ان لعيبه النادي الاهلي كلها دوليه. يعني احنا يعني انا بكلمك يعني لعيبه كل لعيب في النادي الاهلي، لكن بينقصوا حاجه بيميزوا حاجه الالتزام، لعيبه ملتزمه ولعيبه محترمه جدا وممكن تحصل هفوات، لكن الهدف بتاع الاسيوطي ان يجي بالشكل ده دي بقى اللي تزعل. ممكن تكون قله خبره، قله يعني ما فيش التزام، لكن انا بتمنى ان النادي الاهلي ما يقعش في الاخطاء دي، او لعيبه الاهلي في الدفاع ما تقعش في الاخطاء دي، لان لعيبه منتخب مصر. ايه اللي ينقصه يا كابتن؟ ينقصه الروح، الالتزام، ان انا امسك المان كويس جدا. انت بتلعب 4 4 2 في عدم التزام، 4 2 3 1 او 4 2 3 1 انا بقول لك ان انت ما انتش ماسك، لازم تمسك كويس، لازم اراقب كويس، لازم ما فيش سرحان، ما فيش ان انا اتكل على زميلي او اعتمد ان زميلي هيغطيني. احنا ما كانش عندنا الحته دي يا كابتن ميدو. النهارده انت كنت بتمسك، وبعدين كنا بنكلم بعض ننبه بعض بشكل كبير جدا. الجون من ورانا كان بيكلمنا، اذا كان الكابتن احمد شوبير او الكابتن عصام، كان على طول في واحد في ظهرك في ودنك بيكلمك يمين شمال، نتكلم مع بعض ونركز مع بعض كويس. ليه؟ لان مش احنا اللي نقف الاخطاء دي، لكن ينقذنا التركيز عدم السرحان في المباراه، لان بص كره القدم اخطاء، فاستغلت الخطا، استغل الصوت، استغل الهدف، ان انت بتتكلم في نقطه كمان، ان انت ايمن اشرف منتخب مصر، محمد اجيب منتخب مصر، فانا مش عاوز اقول، انا مش عاوز اجي عليهم، لان هم لعيبه كويسه جدا والاخطاء وارده في كره القدم، لكن انت بتقول ايه؟ يعني انت النادي الاهلي نادي كبير. طب حتى خليني اكلمك في النقطه دي، انت جبت هدف الاسيوطي، لو ينفع نفكر الناس بالهدف طالما كابتن محمود ابو الدهب موجود معانا، هدف الاسيوطي وحضرتك مساك بتتوقع الخطا؟ طبعا. يعني انا مثلا وانت مساكين وفي فرود واقف بينا، وانا معايا الكوره زي ما انا اشرف بالظبط، وانا معايا الكوره كمساك وانا ستك انت لوحدك في الحته دي
والفرود هو بقى في الجون. انت المفروض انت كمساك تاني تتوقع الخطا فتيجي تقفل عمق الجون بتاعك، ولا ساعات بتسرح شويه بتاخد شويه في المباراه بتشوف ده ميدو هيعمل ايه؟ زي ما ايمن اشرف كده كان مستنيين نجيب ايمن اشرف هيعمل ايه وساب عمر كمال يعني في عمق الجول بتاعه. لا بص يا كابتن ميدو، احنا انت لازم كلاعب نادي اهلي، لا انت لعيب نادي اهلي ما تتوقع يعني ما تتوقعش يتوقع اي شيء. يعني النهارده لما بنلعب في النادي الاهلي وبعدين ايه بنتكلم مع بعض كتير، لا لازم اقفل عمق الملعب. انا النهارده ما ينفعش افتح والكوره لسه ما طلعتش. يعني انت النهارده مثلا يعني انا بلعب الكوره ما جيش النهارده افتح الملعب والكوره لسه ما طلعتش من نص من قلب الملعب، لان الكوره اروح فاتح الكوره اتقطعت جوه. ايوه حلو قوي. لا لو راح ايمن اشرف بنعمل عمليه ترحيل يا كابتن. يعني في الكوره نجيب بسرعه ينزل، لازم انزل لو ايمن اشرف فتح ناحيه الشمال انا بروح يا نجيب بيروح وراه، لازم برحل الملعب. البقرايد بيخش اللي هو محمد هاني فانت بتعمل عمليه ترحيل، لكن ما ينفعش تقول لي ايه ان انا اسيب ايمن اشرف فتح يبقى انا الثاني افتح واسيب العمق المفروض. ما الجون جه من هنا لكن انا ما فيش. لا هي دي السرحانه كده، هي دي السرحانه ودي عدم التوقع. لازم تتوقع خطا، ممكن زميلك يخطا، ممكن تتقطع في نص الملعب، ممكن النهارده الكره مثلا راحت للسلية او حسام عاشور ان هي تتقطع فبالتالي الراجل مثلا اتقطعت فالراجل راح هو وجون، فدي مشكله كبيره حصلت. لكن في الاول وفي الاخر يا كابتن لازم تعمل عمليه ترحيل. النهارده انا كلاعب خبره، امال انا بلعب في نادي كبير زي نادي الاهلي ما ينفعش. انا بتكلم عن نفسي النهارده لو ايمن اشرف فتح ناحيه الشمال انا بعمل كمحمود ابو الدهب، لو انا بلعب سيرد باك تاني لازم اعمل عمليه ترحيل. كنت خايف ماتش الترجي، يعني مش خايف ماتش الترجي، خايف من عدم التوفيق. ان اللعيبه عاوزه تنزل تعوض الجماهير او تعوض الناس عن المباراه او تعوض عن الماتشين اللي فاتوا، فدي كانت مشكله. بص يا كابتن ده الجول. لا بص ما هي ما انا ده تاني يا جماعه لو سمحتوا كده، برضو الكابتن سمير برضو يعني كان حاجه كبيره جدا في مركز المساك والليبرو. هاتوه تاني من اول الكوره مع كانت مع ايمن اشرف وقول لي بس. بص يا كابتن ماشي كمل بس بص بس بص اقف اتقطع فين بس 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 اقف كده بقى. كان المفروض يبقى في ايه بقى؟ بص كان هنا المفروض ايمن اشرف يخش مع الراجل يا كابتن. ايمن اشرف اتوقع هو فاتح عشان يستلم. تمام ماشي. الكوره راحت لمين؟ اللي معاه الكوره. بس اقف لو سمحت. هو مين اللي فقد الكوره؟ انا نسيت. يعني ما انا مش عارف مين اللي فقد، يعني الكوره مع مين او مين اللي فقدها؟ هو المفروض ما ايمن اشرف كان او السليه. يعني ده ممكن السليه. بص النادي الاهلي فاتح عشان اللعيبه تفتح عشان تستلم الكوره. عمق الجول بقى يا كابتن سمير. بص عمق الجول يا جماعه اللي هو بقى من نقطه البلنتي لحد نص الملعب كده اللي هو السنتره، ده عمق العمق الدفاعي بتاع النادي الاهلي بعمق الجول بتاعه. المفروض يكون لعيب واقف في الحته دي. لازم حد يقرب يا كابتن يمشي. صح لازم يكون حد مقرب عليه مضايق عليه المساحه، لكن الراجل بص اتقطعت واتلعبت بسرعه. يعني تقفل العمق ولا لازم اقفل العمق؟ لا لازم اقفل العمق. ايوه وضحها. حتى لو انا مش ماسك مان لازم اقفل العمق. يعني الراجل بص رايح فاضي خلاص. يعني العمق فاضي لان هو رايح. الراجل محدش عمل ترحيل. بص الكوره كانت مع سوريا اتقطعت منه كان بيلعبها لحسام عاشور او بيلعبها الراجل بص اتلعبها هو والجول سهله. راح جون عقبال ما ابتدى ويخش عليه كان الراجل راح هو الجون. يعني حتى لو حد كلمه كان بضرب الجزاء. ده مش السلية ده. لا ده مش السلية. ده مش جرية السلية خالص. يعني بص الراجل راح فاضي يا كابتن. انت النهارده توقع ان زميلك هيخطأ. يعني انا النهارده ده اسلام محارب. اسلام محارب غلط او اتبصت غلط اتقطعت اتلعبت بسرعه لمين؟ لباسم او الراجل بتاع الاسيوطي. محدش مغطي عليه او محدش ضغط عليه يا كابتن ميدو. بص فاضي. عقبال ما تبتدي تقفل عليه او تروح يكون هو الراجل خطوتين ثلاثه بقى هو الجول. انت فاهم قصدي؟ فدي مشكله. لكن العمق ده انا بقوله ان انا بقول لك عمليه يحصل عمليه ترحيل. انت النهارده كنت فرود، انت النهارده كنت بتهرب ان انت حد يمسكك، فبالتالي كنت بتلاقي نفسك اسهل مكان اسهل حاجه ان انت عمق الجول. لكن الراجل زميلك اخطا يبقى لازم اغطي خطأ بسرعه. يعني انت فاهم قصدي؟ الحاجه الثانيه كمان ان اللعيبه كانت فاتحه على اساس تستلم الكوره. فهي دي المشكله الكبيره. ما انا ده اللي انا بكلمك فيه. اللعيبه كانت فاتحه لكن انا كان بص يا كابتن في حاجه كمان يا كابتن. بص يا كابتن ميدو في حاجه كمان، احنا كانت لعيبه مدافعين تقول لك ايه انا ماليش دعوه جبنا جون ما جبناش جون احنا مركزين قافلين الملعب. بص نجيب كان فين؟ ما نجيب كان فاتح كان هنا ما كان فاتح على اليمين وايمن كان ناحيه الشمال معاهم حسام عاشور الاثنين فاتحين. يعني الاثنين فاتحين لازم واحد فينا يبقى واقف في العمق. يبقى حتى لو انت الكره بص الكره ناحيه الشمال مين اللي المفروض يفتح؟ ايمن اشرف. يبقى عمليه الترحيل تحصل من نجيب في نص الملعب. تقفل العمق بتاعك حتى لو انت مش ماسك مان يبقى قافل العمق. الراجل حتى كان هيقابل كان هيحصل تعطيل. عقبال انت ما ابتديت تروح
كان الراجل راح وصل للجون بسرعه. بالظبط. فدي النقطه اللي يعني فيه. يعني خلي بالكم يا جماعه احنا مش بنتكلم مش بنشيل احنا بنتعلم من الاخطاء. بنتعلم من الاخطاء وده خطا مش خطا يعني اولوي للمساكين يعني يعني هي طبعا مس باص واضحه جدا يا كابتن ميدو معلش لكن انا كان لازم امل بص بص اللعيبه لعيبه النادي الاهلي بتتقاس ان هي لعيبه كبيره بتلعب في النادي الاهلي نادي كبير ونادي نادي بطولات فانت الاخطاء بتاعك لازم تبقى قليله فانت مش لما بتيجي تلوم انت احنا بنتعلم ولازم نتكلم مع بعض كتير لكن انا لما بتكلم على نجيب مع احترامي انهم لعيبه كويسه جدا لعيب منتخب مصر ما حدش يقدر يتكلم عليه لكن انت الخطا في النادي الاهلي كبير لان انت متشاف انت بتلعب النادي الاهلي بيلعب على بطوله فبالتالي لما بتخطا الناس بتتكلم عليه ليه لان انت ما ينفعش ان انت تغلط فهي دي النقطه اللي بنتكلم مع ان الكره فيها اخطاء وارده لكن لما تيجي تتكلم مع احترام اليوم لعيبه كبار وانا يمكن نجيب من اللعيبه اللي انا بحترمها جدا لعيب موجود مش موجود بينزل يقدم كل حاجه طبعا نفس الطريقه ايمن اشرف من اللعيبه ملتزمه او ايمن بيلعب جوكر يعني هو باك ليفت وبعدين بيلعب سنتر باك فبالتالي احنا بنتكلم عن الناس دي احنا بنتكلم من منطلق ان الناس دي كبيره فما نغلطش هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بالظبط بالظبط يعني برضو كابتن سمير محمود في ناس اسف كابتن سمير حبيبي طبعا الناس قالوا كابتن حسام بدري كان المفروض رايح اللعيب وناس قالوا كابتن حسام بدري لا وعايز يحقق ارقام وعايز يحقق انجازات لنفسه النادي الاهلي طب ايه الصح من وجهه نظرك؟ لا بص مفيش حاجه اسمها تريح لعيب، لعيب النهارده عايز يلعب لو هيلعب النهارده وهيلعب بكره هيلعب لكن الناس بتتكلم ان شايفه ان النادي الاهلي ايه حابه ان النادي الاهلي يكسب النادي الاهلي ما يتغلبش النادي الاهلي بيلعب على بطوله فالناس بتقول لا اصل ده خلي بالك احنا بقى دلوقتي كلنا نقاد وكلنا بنحب كوره وبنتكلم في كوره لكن مين اضرب الفرقه ومين يعرف اللعيبه تعبانه كويسه مجهده مش مجهده كلام كابتن حسام مش بيعمل مجد الشخص لنفسه هو مفيش حد بيبص كده انا بحب ان ماسك النادي الاهلي مدير فني النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات هو كابتن حسام من الشخصيات المحترمه جدا هو سوء الحظ ان اللعيبه اتصابت فعشان كده الناس قالت انت عندك النهارده برضه انت عندك غيابات وعندك غيابات وعندك ايقافات وعندك في الماتشات يمكن في اصابات كتير جدا لكن برضه هو معذور يعني الفتره الجايه لكن ان انا اريح وما اريحش دي بتاعت المدير الفني لكن النادي الاهلي بيقدر بسرعه يقوم ويقدر يكمل البطوله لكن ما اعتقدش ان الكابتن حسام كان يريح اللعيبه لان انت النهارده شفنا ان كل ثلاث ايام ماتش ما اعتقدش ان الكابتن حسام هيسمع كلام حد او لا هو شايف اضرب لعيبته واضرب فرقته وعارف هو بيعمل ايه. ابرز سلبيات الماتش اللي فات يا كابتن محمود؟ التسرع. النادي الاهلي يمكن احنا انا اول مره اشوف النادي الاهلي متسرع بشكل كبير جدا، النادي الاهلي يمكن عاوز يعوض او عاوز يفرح جماهيره او عايز يرجع بسرعه، عارف انت لعيب يعني احنا دايما كنا بنقول ايه؟ لو احنا مغلوبين مباراه كنا بنستنى المباراه اللي قبليها بعديها عشان نعوض جماهير النادي الاهلي، لكن هو التسرع في في المباراه اللي فاتت هو ده كان عدم التسرع هو ده اللي كان كتير شويه جدا ان شفنا كذا فرصه او كذا حاجه هدف ان احنا نقدر نكمل فيه، لكن ما اعتقدش ان حاجه غير كده التسرع فعلا والغيابات اللي كانت موجوده اثار يمكن هداف بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت كان مؤثر بشكل كبير جدا اجاي لكن هو انا بقول لك هم دول يمكن الاسباب اللي اثرت على اداء النادي الاهلي. نطلع فاصل نريح شويه؟ يا ريت انا اشوف نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم محمود ابو اهلا بحضراتكم من جديد مستمرين معاكم معايا نجم مصر ونجم الاهلي يعني مدفعكي كابتن محمود ابو الدهب اهلا بيك مره ثانيه حبيبي يا كابتن يعني اتكلمنا عن السلبيات وانت حضرتك قلت التسرع بالنسبه للاعيب في النادي الاهلي كلمني عن الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني اللي انت شفته في النادي الاهلي ما انا قلت لك انا شفت الشوط الاولاني كانت اللعيبه عندها حافز عاوزه تعوض او عايزه تراضي جماهيرها بشكل كبير جدا يمكن انا زي ما قلت لك يا كابتن ميدو ان طول عمر لعيبه النادي الاهلي بتستنى مباراه بعد اي اخفاق ان هي تعوض بالظبط لكن في برضه يمكن زي ما قلت النادي الاهلي عاوز يكسب لان النادي الاهلي زي ما قلت لك قبل كده لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبير جدا بتلعب فرقه كبيره زي الترجي نادي الترجي جاي عارف حجم النادي الاهلي بشكل كبير جدا متغلب عليه في السنوات السابقه فيمكن حدث الفرق ان انت النادي الاهلي ابتدى يفتح خطوطه ابتدى يهاجم ابتدى يحصل تغيرات كبيره جدا في الفرقه ابتدى يتحرك ميدو ناحيه الشمال بشكل كبير جدا النادي الاهلي ضغط بكل خطوطه كابتن حسام بدري يمكن لعب باثنين فرود يمكن نزل صلاح محسن ونزل مروان محسن يمكن جبنا هدف
انا مش عارف الهدف ده اوفسايد، انا مش شايف انه اوفسايد. لا يعني مش اوفسايد، يعني مش اوفسايد خالص. يعني النهارده بشكل كبير جدا ضغطنا على جبنا كل الحكام اللي في العالم، ولسه المفروض يعني ممكن يعني اجيب حكم ماتش امبارح بقى عشان يشهد ان هو مش اوفسايد. انا بقول لك انا مش اوفسايد، انا حتى امبارح انا فوجئت ان اوفسايد، يعني جون يعني ما فيهاش اوفسايد جدا. الراجل جاي من ورا وانت كنت هدف فيرود وعارف ان الراجل جاي من ورا جون، يعني مش عايزين نتكلم برضه. لكن شفت النادي ضغط بكل خطوطه. لا ده الكابتن شطه كمان دخل قال ان هو مش اوفسايد، مش اوفسايد بشكل كبير. ودلنا ضربه جزاء كمان يا كابتن، ولينا ضربه جزاء مش عارف طارق دياب، الكابتن طارق دياب يعني كان في الكره مش اوفسايد. لا مش اوفسايد، ولا كان في ضربه جزاء يعني في ضربه جزاء. لكن النادي الاهلي ضغط بشكل كبير جدا وحاول انه يكسب، لكن هي دي كره القدم. لكن النادي قادر ان شاء الله انه يعوض في الماتشات، ولسه بدري يعني، ده دوري مجموعات يعني، فلسه بدري بشكل كبير. عندنا ماتش 15 مايو مع كابالا سيتي، نقدر ان شاء الله نكسب ونقدر نخش اول المجموعه ان شاء الله. شفت برضو كابتن محمود، يعني عايزك شفت بكمان ازاي، شفت صلاح محسن ازاي في الشويه القليلين ان هم نزلهم افريقيا؟ بص كل واحد بيحاول على قد ما بيقدر يا كابتن، لكن انت طول ما انت بعيد عن كره القدم ما بتاخدش ماتشات كتير وبتيجي تنزل مباراه زي دي، برضو بتبقى محتاج وقت. بس خلي بالك جماهير النادي الاهلي جماهير بتبقى متوقعه من لعيبتها بشكل كبير كتير، حاجات كتير جدا. لكن انا كلاعب بكلمك كلاعب كوره، ان انت النهارده بيبقى لعيب بعيد وينزل مره واحده فبرضو بيبقى محتاج او محتاج. فدي يمكن احنا بنقولها كمان يا كابتن ميدو، ان اللعيب تحت امر المدير الفني او الجهاز الفني، ان انت هتلعب في اي وقت. النهارده ما تلعبش في الدوري فتتفاجئ ان انت بتلعب في بطوله افريقيا، لازم ابقى عندي استعداد ان انا بلعب من الراجل الاساسي. لكن انا شفت ان هو ادى في حدود المتاح، ادى بشكل كبير جدا، قدر وضيع اكوان كتير جدا، كورته كويسه. حاجه ثانيه محسن صلاح محسن من اللعيبه كويسه جدا، فيرو جامد جدا. انا شايفه بصراحه من الفراوده كويسه جدا، بس لما يلعب وياخد خبرات وينسجم مع لعيبه النادي الاهلي هيبقى له شان كبير جدا، لانه لعيب خامه كويسه جدا. وعايز اقول لك حاجه، بيلعب على الجون، دي ميزه يا كابتن ميدو، ان انت لما بتلاقي فيرود بيلعب على الجون مش عاوز. وبعدين عايز اقول طماع بالظبط، واحنا طول عمرنا بقول ان الفيرود خليك طماع، لازم ان انت بتشوف الثلاث خشبات. فدي ميزه كبيره جدا، اعتقد لو لعب وخد ان شاء الله يبقى له شان كبير جدا مع مروان محسن وازار ان شاء الله. الفريق الترجي كان وحش عشان هو وحش، ولا كان وحش عشان الاهلي كان خايف استفاق في الشوط الثاني؟ انا شايف انه خايف، انا بلاقي كوره انه خايف من النادي الاهلي، وعارف حجم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كان انا زي ما قلت لك في البدايه ان الترجي امبارح لعب بشكل يعني بالطرق المشروعه غير المشروعه، انه يوقف خطوره لعيبه النادي الاهلي، ان هو كان بيتعمد في اضاعه الوقت، يتعمد انه يستفز لعيبه النادي الاهلي، يتعمد اصابه لعيبه النادي الاهلي، وكمان كان بيدافعوا. حاجه ثانيه يا كابتن ميدو، ان هم كان بيلعبوا كان بيعملوا ما بيضغطوش بواحد ولا اثنين، يعني انت لو لقوا في لعيب بيضغط على مروان محسن بتلاقي واحد ضاغط وبعدين ثاني بيعمل سبورت، يعني هم حافظين لعيبه النادي الاهلي مش عايزين، هم عايزين يخرجوا باقل الخسائر المباراه، وهم ده اللي هم كانوا عايزينه في المباراه. فاعتقد ان هم كانوا محترمين فرقه النادي الاهلي بشكل كبير، بيلعبوا على المباريات او كان بيلعبوا على الهجمه المرتده، فدي يمكن اللي انا شفتها في المباراه. يعني لو انت كنت قاعد مع حسام غالي تقول له خليك شويه، ولا تقول له كويس كده؟ يعني مستر مانويل جوزيه نزل تصريح، مستر مانويل جوزيه يعني من المدربين العظام المران الاهلي واللي عملوا معاه تاريخ، قال انه حسام غالي اختار الوقت المناسب للاعتزال. هتصدقني؟ اصدق. انا امبارح قلت حسام غالي ما يبطلش، لان انت النادي الاهلي في اشد الاحتياج للقائد في الفتره الجايه، في الفتره اللي احنا فيها. حسام غالي من اللعيبه كويسه جدا، انا بناشد حسام غالي لعيب كبير جدا ولعيب مهم، لعيبه الفرق الكبيره يا كابتن ميلو محتاجه قائد كبير، وحسام غالي من اللعيبه فعلا القائد، الراجل بيحب النادي الاهلي، غيره على النادي الاهلي، اتكلم كتير جدا، بيخاف على النادي الاهلي، ولعيب كويس. انت محتاج لعيب زي ده، لعيب يقدر يحدث لك الفرق، ان هو بيمسك كوره بشكل كبير. كنت شفته في مباراه الاسود الربع ساعه اللي نزلها قلب الدنيا، من اروع ما يمكن، قلب الدنيا. ازاي؟ انا عايز اقول لك على حاجه وانا بقولها من خلال سيدو، انا حسام غالي في المؤتمر الصحفي اللي هو بيعلن عن اعتزاله، هو ما كانش راضي ان هو بيعتزل، لكن هي دي كره القدم. انا اتمنى ان واحد زي حسام غالي يبقى ممكن يعتزل يا كابتن لو كان متواجد. انت قلت حاجه كنت اسالك فيها. لا انا بقول لك يبقى متواجد، خليه يعتزل ويبقى متواجد. قلت كميه العياط اللي عياطها يوم اعتزاله دي مش طبيعيه. لا بس عايز اقول لك على حاجه، ممكن لعيب يعتزل وهو راضي من جواه، لكن انا بقول لك الكابتن حسام غالي بيعتزل ومش راضي، او مش راضي عن القرار. لكن مش عايز اقول لك مثلا في حاجه او بتاع، لا هو خد قرار، ممكن انت تاخد قراره وما انتش راضي عنه يا كابتن. لكن حسام غالي انا اتمنى انه يرجع، لانه لعيب كبير جدا، وممكن تعتزل لكن تبقى متواجد في النادي الاهلي، لان انت لعيب قادر ان انت تدي، وقادر ان انت تبقى متواجد، وقادر على العطاء، ولسه عندك عارف لعيب كوره يا كابتن. فاتمنى ان شاء الله أو ربنا يوفقه، هو ده قراره، اتمنى ان ربنا يتمنى له التوفيق. لكن انت في الفتره الجايه انت محتاج قائد موجود في النادي الاهلي، مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده.
يعني انا بصراحه ضد ان اللعيب يعتزل وهو عنده، انا ضد الموضوع ده خالص يعني طبعا. ضد اللي يطلع يقول ايه ده اعتزل في قمه لعبه، انا شايف ان دي انانيه. ما طبعا مش بتكلم على حسام غالي، انا بتكلم على النماذج اللي هي تطلع تقول لك اعتزل في قمه عطاء، ده اعتزل في قمه مش عارف ايه. لا، طالما انت عندك قمه عطاء ادي للنادي طبعا، ادي ليه كمان لغايه لما انت فعلا ما تكونش قادر عطاء، وده هيبقى ايه هنا الاعتزال. لكن تعتزل وانت قادر، تعتزل وانت بتنزل تغير شكل ماتش كامل، تعتزل وانت حتى لو بتعمل باص مؤثر، انا ضد الموضوع. لا بص انت بتعتزل كمان. ناخد النجم احمد ابو مسلم نجم الاهلي. كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كبير، ازيك؟ سلام عليك وكابتن ابو مسلم طبعا. كابتن احمد ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا كابتن. طيب يا حبيبي، اخبارك ايه؟ والله كله تمام، والله شايفك فورمه اليومين دول. انا شايفك كنت اقول لك احنا دخلنا لبعض رسمي وانا عايزك تطلعنا من الجو ده يا ابو مسلم. حبيبي يعني شفت الماتش طبعا، ماتش الترجي، شفت الخروج اللي يعني كلنا زعلنا منه في كاس مصر، شايف الدنيا ازاي؟ والله يا ميدو انا عايز اقول لك على حاجه. قول لي على حاجه. الفتره اللي فاتت يعني ده اللي كله بيلاحظه، كل جماهير النادي الاهلي وكل مصر كلها، اللي انت مش بتتكلم في بطوله الدوري او بطوله يعني البطولات اللي هي احنا بنتكلم دلوقتي في ارقام، فدخلنا في ارقام قياسيه زي اللي عملت المشكله بتاعتها. اللي هو انت بقى لك مثلا كابتن بيبص على الارقام بقى له كذا كاتب الفرق الدوري كلها، فبيبص على الريكورد ده انا عايز يعمل حاجه محدش حققها. فدي جت بالعكس على اللعيبه اللي هي موجوده اللي بتلعب فيها على طول وعنده مقام اساسي بيلعب فيها على طول. مثلا ابراهيم كتر اللعب كتير اوبن. طب انا خليني ارد بلسان الكابتن حسام. تمام ماشي. انا هقول لك انا ما بعملش ارقام لنفسي، انا بعمل ارقام لنفسي وللنادي الاهلي، وما كنتش متوقع ان اي لعيب ممكن يتصاب بالسهوله دي. عايز اقول لك على حاجه كتير، انت بتتكلم انا برد لكن مش صاحب راي، مش بتبنى راي. بس انت بتتكلم دلوقتي انت عايز تعمل خلاص البطوله اللي انت عليها بطوله جد. يعني البطوله بتاعت الدوري خلاص انت حسبتها خلصت من زمان. انت خلصت من زمان، ركز على ارقام. انت عارف وقبل كده مستر مانويل جوزيه سابها وسافر اساسا. الله ينور عليك. كان مستر مانويل جوزيه واحنا موجودين كان بيدينا كوب ويقول لك انت قدامك كاس، اللي هيقدر يجدد اللي هيقدر يبقى موجود في الاهلي دي اللي موجوده الناس كلها تلعب. فانت بتتكلم اللي هو مثلا اللعيبه استغلت جامد جدا، جالك اصابات، جالك تجيب على كده علي معلول مع منتخب تونس، الناس بتسافر كتير، عندك لعيبه منتخب ما لعبتش كتير السنه دي، خلي بالك هي عملت سودة على الفرقه كلها. فطبيعي كان عندك كمبيوتر اصابات كبيره جدا، وفي ناس بتشوف تغلغ من الكمبيوتر اللي فات يقول لك اللياقه البدنيه ومعدل. لا، الاهلي كان حد داخل الدوري كان بيلعب لحد 95 بيجيب في 93 جون و95 ما عندناش مشكله في اللياقه البدنيه. هو الامر كله اللي انت مريح اخذت الجراحه بتاعتك كويس ما بصلتش كويس. ثاني حاجه اللعيبه اللي كانت عندك الدوليه من غير المنتخب تعبانه جدا يعني مش فلكس. فالاساسي كمان الاحتياط اللي عندك على الدكه ما قدرش في وقت معين لما قدرت عايز تديله ما كانش جاهز. فدي كلها عوامل موجوده يعني. في ناس تقول لك عبد الله سعيد لعيب كبير وكل حاجه، بس خلي بالك كميه الاعراض يا ميدو قلت لك الفتره دي مع النادي الاهلي لو موجودين دلوقتي كان تحس الموضوع خالص. بالظبط، ما انا لسه كنت بتكلم ابو مسلم قبل ما انت تدخل معايا مع الكابتن محمود ابو الدهب. بتكلم في ان كله تغافل غياب نجوم كبيره زي اجاي زي معلول زي ازارو امبارح. دول مؤثرين جدا تقريبا على كده. عندك مثلا لو كان عندك طارق جمعه او كابتن حميد احمد الشيخ، عندك مؤمن زكريا، عندك ناس كتير جدا خلي بالك. فانت ناس بتقول لك لا ناس راحه اشتغل ثانيه في اتجاه ثاني خالص. بالظبط يعني قدر في المتاح ليه ان هو يعمل التشكيل دوت والناس الموجوده دي. ضيف على كده كمان انت بتلعب فريق ضعيف يا ميدو، انت بتلعب زي الترجي، زي الترجي اللي مواجهات مباشره بينك وبينهم في القاهره كمان في 8 مواجهات انت بتتعادل معاهم. بالظبط. بتلعب فريق تقيل. ايوه ترجي يا دوله، ده بيقولوا ترجي يا دوله. طبعا احنا كنا بنلعب هناك لما كنا بنتعادل معاهم هناك او بنكسبهم، هو بقى لك 4 سنين الناس متوقعه حاطط النادي الاهلي في يعني حاجه ثانيه خالص ان انت تكسب بره جوه. لما تيجي تتعادل في القاهره الدنيا بتبقاش ظريفه. ثاني حاجه انت عندك الماتشين اللي فاتوا اللي هم مثلا بتاع الاصفاق البطوله بتاع كاس مصر وبتاع الزمالك، فدي اللي خلت كل الشحن وكل الناس زعلانه. لو انت المفروض تلعب بطريقه كويسه كانت الدنيا هتختلف معاك كتير. بالظبط احنا انا بتكلم يعني ده في الاسباب الموجوده كانت في العمل اللي عليه والراجل يعني في المتاح قدامه قدر يشتغل يعني يشتغل بشكل كويس. ما شفناش الترجي يا ابو مسلم بالصوره اللي احنا كنا مستنينه بيها، الصوره القويه في الشوط الثاني تحديدا. ليه يعني ممكن يكون الترجي مش مستواه ولا النادي الاهلي تفوق عليه في كل حاجه الشوط الثاني؟ لا هو الترجي النادي الاهلي تفوق
الثاني كله. الشوط الاولاني كان الردي عامل لك 1000 حساب، انا عذبت كتير جدا. اول حاجه اللي هو بيلعب نادي الاهلي اللي انت اللي انت بقالك 3 4 سنين انت بتلعبه مره بالظبط، هو خايف منك جدا. وثاني حاجه العنصر الصغيرين اللي هم الناس الصغيره اللي موجوده في الفرقه كتير، مخليهم اللي هم عندهم تفكير غير طبيعي، اللي هو عايز اول ربع ساعه او نص ساعه. يعني انا المدرب بتاعهم اللي هو مجدي تراوري ده كان بيلعب معايا، اللي هو المدرب الموجود المدرب العام. فانت متخيل لما المدرب العام هو اللي اتفرج كده كتير يكون هو لسه كان بيلعب معايا يعني كل يوم قد كده. فانت متخيل بقى كميه سنه الاعمار الناس صغيره. فانا كنت شايف بالظبط جدا ان هم ما يقدرش. لان على كده الراجل لما جه اتكلم هو ابراهيم الشعباني المدرب بتاعهم العام جه اتكلم قال لك احنا عندنا مركزين جدا مش عايزين اهم حاجه يخش فينا اي حاجه، لو ما عندناش حاجه ما يخشش فينا. انت بتلاقي فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات كبيره، بس هي حاجه منك جدا مش خط تحتها 100 خط ديت. ولما تلاقي مثلا الخط الثالث كله هتلاقي فرقه مختلفه. هو عنده صبات كتير خلي بالك، وانت كمان هتبقى فرقه مختلفه اكيد هتكون بس رايحه شويه وكده الاصابات هترجع وتفتح في الخط الثامن. تاني حاجه الفتره اللي جايه هتكون كابتن سامع يراقب الشمس رايح كتير، فالدنيا هتبقى مختلفه شويه. تمام، الفورمه لسه كويسه ولا تخنت تاني بصراحه؟ كابتن احمد ابو سلم طب يلا انا جاهز يا ابو الدهب، بس هتلعبوا في ملعب خماسي هيحط فينا جوان من الجون. خلاص ما معاه حيطه انا ما طبعا رمضان جاي يا ابو سلم. انا كنت واقف في الحيطه والله يا ميدو، وهو كان بيلعب كنت بلعب لسه فينا حبيبي في المصري. اقسم بالله الكوره عدت من فوق دماغي حمرا. وائل جمعه بيقول لي كان وائل جامد بس هناك بيقول له في الحيطه بيقول له انا مش هقف تاني. حبيبي يا كابتن حبيبي يا كابتن احمد كل سنه وانت طيب. كابتن احمد ابو سلم نجم الاهلي السابق شكرا جدا ليك. كنت بتكلم انا قطعتك علشان مداخله احمد ابو سلم، لو عايز تكمل كلامك. لا على ايه؟ لو عايز تكمل كلامك. لا يا حبيبي انا زي ما بقول لك اي حد هيخش يا كابتن النادي الاهلي يعني يمكن عمل كل حاجه امبارح في الكوره الا الاهداف. يعني دخل بشكل كبير جدا من جميع النواحي. يمكن زي ما بقول لك انت عندك لعيبه، انت كنت بتسالني على صلاح محسن. انا بقول لك فعلا لعيب كويس جدا واللعيب لازم ياخد الفتره الجايه. يمكن برضه يا كابتن ميدو اهم مهم جدا ثبات التشكيل في النادي الاهلي، ان انت النادي الاهلي يكون فيه انسجام وفي لان الثبات عامل مهم جدا، ان انت عارفين النادي الاهلي عنده ثبات تشكيل وثبات مهم في الفرقه. اتمنى ان شاء الله ان انت تخرج بسرعه، لعيبه تقعد مع بعضيها تخرج من الكبوه اللي فيها. مش عايز اقول كبوه، انا عايز تخرج من الحاله، هي حاله الحاله اللي فيها الفتره الجايه. طبعا عايز اقول لك حاجه، يمكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت فرح جماهير النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله يرجع بسرعه ان شاء الله. ياما فرح جماهير وياما جماهيره والله فرحنا كتير يعني بيها، وياما فرق طبعًا كبيره بتطلع وبكرر وبعيد وازيد. مانشستر سيتي حسم الدوري الانجليزي زي النادي الاهلي كده من حوالي 5 اسابيع، وهو طلع من درجه ثانيه في الكاس وحاجه. يعني مانشستر سيتي مليارات بقى مصروفه على الفريق وطلع من نادي درجه ثانيه في الكاس، فعادي. نطلع فاصل عشان بقى نرحب بالكابتن عمرو انور. يا حلو ده كابتن. طيب نطلع فاصل عشان نساب النجم الاهلي الكبير كابتن عمرو انور، فاصل ونواصل مع حضرتك. حضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي الكابتن الكبير كابتن عمرو انور. اهلا وسهلا بك كابتن. ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الجو بره انت عامل ايه؟ برد ولا ايه؟ الجو جميل بالنسبه لليومين اللي فاتوا دول، الجو جميل. مفيش احسن من كده. شخصيه بص يا والله مش بجامله. طبعا طبعا يعني من الناس اللي انت تحب تقعد معاها. طبعا طبعا يعني حتى لما تشوفه اكني كنت لسه سايبه امبارح، يعني ما كان بيلعب معانا كابتن عمرو يعني حاجه ثانيه. كنت تقعد مع كابتن عبد الجليل، كابتن رضا عبد، كابتن عمرو، يعني حاجه مختلفه. طبعا اتكلم في كوره. لا والله العظيم يا كابتن ميدو كنا بنتعلم. لما تيجي تكلموا معاك في كوره تقعد تسمع منهم، يعني بيكلموا الكوره للكوره. كابتن رضا بقى كان ايام زمان اقول لك برضه عايز العب. لا كنت تقعد معاه. عايز اقول لك على حاجه، عايز ما كانش لسه ما كانش لسه في اجنحه طايره بعد كده. بص لا بقول لك عايز اقول لك على حاجه، كان يقولوا لي مثلا من ورا واحنا بنلعب ورا حط الكوره في رجلي. صح؟ لا الله ينور. مش عايزين نجري كتير بس يعني مثلا يعني مثلا بص يا ابني حط كرة في رجلين، يعني حط كرة في رجلين. هو لعيب الكوره مش عايز يجري. لا وبعدين في حاجه يا كابتن ميدو، ان انت عارف ان انت لما مثلا
للكابتن عمرو او للكابتن رضا بعد عبد الجليل هتعرف هم عارفين هيعملوا ايه يعني انت فانت العب الكوره وريح دماغك واقعد استنى الفرقه اللي تمسكها. منور الدنيا يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك والله بخير الحمد لله في نعمه. اه بخير والله، احوالك الكرويه كله زي الفل الحمد لله يا رب دايما. انا مبسوط ان انا معاكم طبعا، وانا يعني كان بقالي كتير فعلا ما شفتش محمود وما شفتكش برضه، نور الدنيا حبيبي. فانا والله سعيد جدا ان انا معاكم النهارده يعني بيتك ومكانك، ربنا يبارك فيكم. يعني برضو انا الحلقه النهارده بجيب ضيوف اليوم تقول لهم، حتى المداخلات بتاعتنا كان جبنا ضيوف مقنعين جدا عشان نطمن الجماهير، جماهير الان الاهلي مش في مستواه، الاهلي مش عارف ايه، الاهلي الاهلي الاهلي، برضو نطمنهم برضو على لسان حضرتك. لا طبعا يعني احنا بص، هي المشكلة يا ميدو، المشكلة الرئيسية والأساسية ان الناس مش متعودة ان النادي الاهلي يقعد ثلاث مباريات من غير مكسب. بس ادي يعني ده ملخص الحالة اللي فيها الجمهور بتاع النادي الاهلي. الموضوع مش موضوع قلق، مش موضوع اداء، مش موضوع ان النادي الاهلي فجأة بقى مش كويس او بقى وحش. لا، هو انا ده حال الجمهور. خلي بالك لو هتكلم اي حد مسؤول، هتكلم اي حد في الكوره، لعيب قديم، مدرب، هيقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله. انما الجمهور وضعه وضع مختلف خالص وتماما عن اي حد داخل المنظومه الكرويه. الجمهور بيفكر بشكل تاني، باسلوب تاني. الجمهور متعود النادي الاهلي يعني مكسب. يعني انت النهارده كسبان بطوله الدوري قبل ما تخلص بخمس اسابيع او بست اسابيع، والناس زعلانه جدا انك خسرت من الزمالك. انت ما خسرتش من فريق قليل، ولا انت خسرت من فريق يعني ملوش اسم او ملوش تاريخ. انت حسمت البطوله وبتفكر في حاجه تانية، وعندك ظروف صعبه جدا الفرقه بتمر بيها. فيعني الموضوع بالنسبه لنا احنا كرياضيين انا شايفه موضوع عادي، عادي جدا يعني، عادي كمان يعني، فاهم قصدي؟ موضوع عادي. مش عادي انك تخسر، انت فاهم، ولكن في ظل الظروف اللي انت يعني ممكن تخسر. النادي الاهلي في مباراه الزمالك بالتحديد، لو الناس ترجع لشريط المباراه، لو في توفيق بس الشوط الثاني كان ممكن تطلع كسبان 3 وممكن تطلع كسبان 4. بالظبط يعني مش موضوع، الموضوع مش موضوع اداء، مش موضوع ان انت بتخسر وانت وحش. مش في اوقات بيجي لك الفريق كله او التيم كله بيحصل له دروب. هو ده اللي حصل في الشوط الاول بتاع ماتش الزمالك، انما في الشوط الثاني تدرجت الموقف، لعبت بشكل جيد جدا، وصلت للجون يعني مش عايز اقول بكثافه، بس وصلت للجون كتير، اهدرت فرص كتير. فهو ده الفرق، ان انت تكون بتخسر وانت وحش وبتخسر وانت مش موفق. يعني يمكن المباراه اللي فاتت دي بتاعت الزمالك دي فكرتني بالمباراه بتاعت نهائي الكاس اللي هي بتاعت مارتن يول. لو تفتكر برضو الاهلي خسر مباراه، ومن افضل واحسن المباريات اللي عملها النادي الاهلي في وجود مارتن يول كانت مباراة اللي هي نهائي الكاس بتاعت الزمالك، ومع ذلك خسرت. خسرت المباراة وخسرت بطولة. فالفكرة في فرق ان انا النهاردة اكون بخسر وانا فول تيم وبأدي وحش، وفي فرق ان انا بخسر وانا ناقص ست سبع لعيبة بلعب على الهدف بالظبط، وناقص ست سبع لعيبة وما انتش وحش. يعني هي دي الفكرة. فانا بقول لك فكر الجمهور حاجة، وفكر اللعيبة القدام او المدربين هتلاقي حاجة تانية خالص. اكيد يعني. اكيد. برضو كلمنا عن ماتش الترجي امبارح. شوف انا اقول لك على حاجه، احنا لا انا بستمتع. لا شوف يعني احنا برضو لو قيمنا المباراه جايه للنادي الاهلي في وقت صعب. ان انت بتلعب كل 3 ايام وكل 4 ايام مباراه، عندك نواقص كتير جدا في الفريق، عندك اصابات كتيره جدا، بتلعب منافس قوي على المستوى القاري. انا وجهه نظري انت بتلعب اسم كبير بالظبط، انا ما بقللش من الترجي، انما انت الفتره اللي فاتت دي انت بتلعب اسم كبير. الفرق بتاعت شمال افريقيا بتعرف تقيم مستواها كويس، وبتبقى عارفه هي بتلعب مين. انت امبارح وانت بتتفرج على الترجي، فرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه هي جايه عايزه نقطه. وبعدين كعبك عالي على في السنوات الاخيره. لا انا بتكلم على حته اللي هو تحديد الهدف. يعني فرقه الترجي لو هي جايه فاكره او شايفه انها بتلعب فريق قليل، شايفه انها بتلعب فريق ضعيف، شايفه ما كانتش هتلعب بالشكل ولا بالاسلوب اللي كان بيلعب بيه امبارح. هو طبعا ما هو ده اللي انا بقوله لك، ما ده اللي انا بقوله لك. يعني اكيد اكيد الترجي مش هيبص الاخفاقات النادي الاهلي ان هو اتغلب من الزمالك او الاسيوطي او لا 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 ما بيبصوش الكلام ده، عارفين النادي نادي كبير بالظبط. وخلي بالك انت النهارده اخر بطوله افريقيه انت واخدها منين؟ واخدها من الترجي. السنه اللي فاتت كسبت الترجي فين؟ بالظبط.
يعني فاهم قصدي؟ فانت بتلاعب فريق عامل لك ألف حساب، وده اللي كان واضح امبارح. الظروف برضو انا شايف ان امبارح الظروف كانت معاكسه جدا، واكبر دليل على كلامي ده ان انت هيحصل لك اصابه مفاجاه لواحد من اهم اللعيبه اللي موجوده عندك مع بدايه المباراه او بعد مثلا 20 دقيقه ولا 25 دقيقه من اللعيبه المهمين. بالظبط كده، تضطر ان انت تغير طريقه اللعب وتغير في مراكز لعيبه ما هو كل دي ظروف لازم الناس تحطها في الحسبان. ان اي مدير فني بيمر بيها ما هيش انا وجهه نظري ما هياش سهل، مش سهل. الفرق في اوروبا اللي هي ميزانياتها بملايين الملايين لما بينقص منها لعيب او بينقص منها اتنين لعيبه الفرقه بتتهز. فما بالك انت النهارده لما ناقص من عندك اربع خمس لعيبه اصابات، عندك ثلاث اربع لعيبه اعارات، عندك لعيبه، عندك مثلا واحد زي حسام غالي مش متايد افريقيا، عندك تيم كامل ناقص. يعني حتى لو انت النهارده قدرت تحط ايدك على 10 لعيبه يقدروا يبداوا المباراه، هتلاقي الدكه عندك ما بقتش زي ما كانت موجوده عندك في بدايه الموسم. فكل دي ظروف بيمر بيها النادي الاهلي. زائد في حاجه مهمه جدا، الضغط بتاع المباريات، ما بقاش عندك الكثافه العدديه اللي موجوده في الفريق، ده نمره واحد. وعندك مباريات كل اربع ايام وكلها مباريات مهمه ومباريات قويه. فاحنا بنقول دي بدايه، واحنا لسه فاضل يعني اربع مباريات تانيين او خمس مباريات في المجموعه. ده عامل زي الدوري بالظبط، انت بتجمع نقط. المباراه ما هياش رايح جاي، ما هياش ان انت عايز تكسب باكبر عدد من الاهداف عندك عشان تلعب مباراه العوده بشكل مرتاح، لا بالعكس. ده دوري مجموعات، انت برضو محتاج ان انت تجمع نقط. مش عايز اقول كويس التعادل، ولكن في الاول وفي الاخر في الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي ان انت بتلعب مع فريق بحجم فريق الترجي، لا انا شايف ان هي نتيجه الى حد ما مرضيه في الظروف اللي انت بتمر بيها. مش ما انا ده وجهه نظري. قلق الجمهور اهو عادي، حقك، مفيش مشكله. بس الفكره بقى دلوقتي ان انت ايه، هو ده الوقت اللي النادي محتاجك فيه، هو ده الوقت اللي اللعيبه محتاجك فيه، هو ده الوقت اللي الجهاز الفني محتاجك فيه. الناس مش محتاجه ضغوط اكتر من كده. عندك مباراه صعبه جدا ومهمه جدا بره ملعبك، ايا كان الخصم. كلنا عارفين الاجواء في افريقيا عامله ازاي، بملاعب عامله ازاي، بحكام عامله ازاي. انت امبارح حكم بتلعب في ملعبك وفي وسط جمهورك، وحكم يعتبر خسرك المباراه. انت فاهم قصدي؟ فما بالك وانت بتلعب بره ملعبك مع فريق خسران المباراه برضو بتاعته امبارح؟ لا، هتلاقي الامور صعبه، فمحتاجه دلوقتي تكاتف. وانا وجهه نظري الاهم من ده كله، الدنيا بقى محتاجه هدوء. مش محتاجه بقى تصريحات، مش محتاجه هجوم، مش محتاجه. الدنيا دلوقتي محتاجه هدوء خالص. الدنيا دلوقتي محتاجه هدوء عشان الناس تعرف تفكر، عشان الناس تعرف تتصرف، عشان الناس تعرف تتعامل في المباريات اللي جايه ان شاء الله. اكيد. وكمان في لعيبه لسه مش مستحمله الضغط، ده شيء طبيعي. يعني لسه جداد على النادي الاهلي، ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. ما هو ده الوقت اللي انت تقف جنبيها فيه يا كابتن. يعني ده لازم تقف في ظهرها. اللعيبه اللي ما عندهاش خبرات ده يا كابتن عمرو، لازم اقف في ظهرها، لازم اوقف على رجليها. كابتن محمود، يا كابتن عمرو، للاسف كمان كل اللعيبه دلوقتي قاعده على الفيسبوك وقاعده على تويتر وقاعده يعني شايفه كل رد فعل الجمهور. بص يا ميدو، انا عايز اقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بصراحه ونتكلم بواقعيه. الناس كلها مستنيه النادي الاهلي يقع. اطلع بره النادي الاهلي، اطلع بره النادي الاهلي، الناس كلها مستنيه النادي الاهلي. كابتن عمرو امبارح زي ما الكابتن ميدو قال دلوقتي، قال لك ان في كابتن احمد الطيب سايب الماتش وطول الغياب. انا ما اتفرجتش الصراحه. انا يعني انا اتفرجت على عصام الشوالي. انا بقول لك انا ما اتفرجتش على الماتش، انا قصدي ما سمعتوش. لا، هو مش سايب الماتش يعني. هو كل شويه يفكرني، انا قلت له ما كانش هو، قلت له ما كانش طيب. انا بقول لك يعني النادي الاهلي كان تخلى عن الطيبه بتاعته امبارح. ما شفتش الصراحه، بس انا سمعت زيك. انا بحبه جدا وبحب تحليله في اي قناه بيجي او بيذيع، لكن مش طول المباراه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد انا قلت له هو تغافل دو، تغافل معلول، تغافل اجاييه، تغافل ازارو، كل دي اي مدير فني يا كابتن ميدو النهارده لما يكون عنده الغيابات دي وبيقوموا بالاداره دي، واحد زي اجاييه، واحد زي ازارو من الهدافين في الدوري وعامل فرق كبير جدا، عبد الله السعيد، يعني علي معلول. فطبعا الغيابات دي تهد اي او مدير فني او تفكر. لا يعني انا شايف ان امبارح في الحاله اللي كان فيها في الحاله البدنيه اللي كان فيها نادي الترجي امبارح بخط الظهر ده، انا شايف ان اهم واحد انت فقدته امبارح كان وليد ازار. اهم من اي حد. في لما نزل صلاح محسن تحس ان هو كان ممكن يجيب جول. وخلي وهقول لك على حاجه، واللي يثبت لك الكلام اللي انا بقوله لك ده، الحاله اللي كان عليها باكا.
بكر لما وفق امبارح كان جاي كان بقى حاجه تانية خالص. امبارح مروان كان ما شاء الله عليه برده يعني لا انا قصدي في حته السرعات اللعيبه اللي هي الخفيفه اللعيبه المهاريه في المساعده لسه بتكلم على دي قبل ما تيجي. عشان كده بقول لك دي اللعيبه اللي كانت اكتر ناس كانت تفرق معاك امبارح في الحاله اللي كان موجود عليها الديفنس بتاع الترجي. بكلم الجميل قبل ما حضرتك تشرفني بقول ان بيب جوارديولا اللي هو المدرب الكبير جدا بيتمنى سرعات بس اي حد اي مدرب في العالم بيهمه جدا موضوع السرعات. يعني كابتن محمود كابتن حسام بدري اكيد من امبارح بدا يفكر في ماتش اوغندا ماتش كامبالا. بص هو الكابتن اكيد الكابتن حسام واخد كل مباراه بمباراه اكيد بيفكر في الترجي خلاص الترجي اتقفل فبيفكر بعد كده في كامبالا سيتي هيلعب بره ارضه يمكن عنده العامل ان انت برضه بتلعب في افريقيا كابتن يمكن افريقيا مش هتلعب بنفس زي ما بتلعب هنا انت بتلعب بكوره لازم الرجل في الكوره في رجل في رجل لازم ما تلعبش الكوره الطويله لازم تلعب بتسهل على نفسك بشكل كبير. لكن عايز اقول لك على حاجه اللعب بره زي جوه كابتن عمرو زي ما حضرتك قلت ان انت النهارده بتلعب في دوري مجموعات لازم الثلاثه بونت لازم تاخد الثلاثه بونت انت بتحاول تلعب على المكسب وزي ما قلنا النادي الاهلي نادي بتلعب على الطول فاكيد الكابتن حسام بيفكر ان هو يروح يا كابتن عمرو ان هو يكسب ثلاثه بونت مهمين بشكل كبير جدا ان هم يعوضوا التعادل اللي هو حصل الماتش بتاع امبارح. لكن انا اعتقد ان الكابتن حسام بدري هيلعب على المكسب في كل مباراه يلعبها هيلعب على المكسب اكيد عنده الادوات اللي هي تساعده بشكل كبير على كده. اتمنى ان شاء الله ان هو يرجع بثلاثه في ثلاثه رجع له معلول رجع له سعد سمير اكيد هو بيتمنى اي مدير فني بيتمنى اللعيبه اللي اتصابت او اللعيبه الموقوفه ان هي ترجع بسرعه لان هو بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا زي ما الكابتن لان انت النهارده عندك ازارو هداف عندك اجايين من اللعيبه اللي بتمسك الكوره وبتتقل على الكوره وراجل بصير وراجل بيلعب الفرق مش عارف ايه ظروفه بصراحه. يعني بقول لك علي معلول من يعني من الباكات يا كابتن اللي هم طايرين على طول بيعرف يعمل اوفر بيتحرك بشكل كويس. لكن اعتقد ان الكابتن اي مدير فني يتمنى اللعيبه اللي هي اتصابت او كان بيعتمد عليها في السابق ان هم يرجعوا موجودين الفتره الجايه. يعني برضو يا كابتن عمرو الغيابات زي ما حضرتك قلت اثرت تاثير خصوصا وليد ازارو. تفتكر وليد ازارو طبعا اصابته لا واجاي كبيره شويه يعني الاثنين دول لو موجودين امبارح في الملعب مع الحاله يعني الحاله اللي عايز اقول ايه مش عايز اقول حاله يعني عايز اقول حلقه عاديه جدا يعني انت بتلعب قدام اربع مدافعين عاديين جدا سهل جدا انك تخترقهم سهل جدا انك توصل للجون وخصوصا في الاوقات اللي هم كانوا بيبتدوا يتقدموا شويه ويوصلوا نص الملعب بالظبط الوقت ده لما كان بيبقى فيه المساحات لا لو في ازارو موجود لو اجاي موجود مع السرعات بتاعت باكا انت بالزبط. كنت وصلت للجون زي ما انت عايز بالظبط مع, مع 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 نسبة الاستحواذ اللي كانت موجودة مع التحرك من غير كورة اللي كان موجود لا كنت هتوصل كنت هتوصل وكان امبارح واحنا بنتكلم كلنا في الحالة اللي كان موجود فيها النادي الاهلي والنواقص اللي كان موجود فيها النادي الاهلي النادي الاهلي كان ممكن يكسب امبارح 2 او 3 كمان انت لو كنت جبت جون امبارح عجبك احنا جبنا جون يعني انا بقول لك يعني شوف بس الفرص اللي ضيعها باكر فاهم قصدي؟ مع الهدف الملغي انا بكلمك اثنين ثلاثه وضربه جزاء يعني مروان محسن ضيع صلاح محسن لما نزل ضيع بالظبط يعني كل في بس انا متهيألي كان في تسرع بشكل في اوقات كتير جدا ما هو برضو يا جماعه احنا لازم يعني لازم نتكلم مظبوط انت مش كل مره هتكسب وانت عامل اداء عالي وعامل اداء في اوقات كتيره جدا مش انا بتكلمش عن النادي الاهلي انا بتكلم على فرق كبيره جدا في اوقات كتيره جدا فرق بتكسب من غير اداء يعني احنا دايما بنقول في الكوره المعادله الصعبه ايه انك تعمل اداء كويس وتكسب انما قبل الاداء كويس انت عايز ايه انت عايز تكسب بالظبط فمش مش كل مره في بطوله اوروبا ما هو ريال مدريد ناس كتير جدا عمال يكسب من غير اداء يعني لو اتفرجت على الماتش الاخير بتاع روما وليفربول روما عامله ماتش عالمي يعني ليفربول كان وحش قوي يعني كان في الماتش ده ليفربول مش كويس مش نفس الطريقه بايرن ميونخ وريال هي يعني ما هي الفكره احنا بنتكلم في انت هدفك ايه من المباراه احنا الحاجه الوحيده اللي تفوق علينا فيها الترجي امبارح ان هو حقق هدفه من المباراه بس مش حته ان هو كان افضل من النادي الاهلي او احسن او وصل للجون او ضيع او النادي الاهلي فلت من لا الكلام ده مش هو الكلام ده مش موجود لو ما كسبش ما خسرش بس هو كان بيلعب امبارح ما انا بقول لك هو ليه هدف في هدف موجود من اول المباراه ما بدات لحد المباراه ما انتهت هو الهدف ان انا ما اخسرش خلي بالك احنا ما عندناش ميزه ان احنا بنلعب على ارضنا يعني ما يعني بص يعني انا هقول لك على الميزه اللي بنلعبها على ارضنا
لا في ميزه قول لي لا في ميزه برضو ان انت اللعيبه بتاعتك حافظه الملعب وجود الجمهور امبارح انا كنت بتمنى لا كابتن انا بقول لك انا ما انا لسه ما كملتش برج العرب مش ملعبك اساسا انا بس انا لعبت عليه الترجي ممكن يكون لعب على برج العرب زي ما انت لعبت عليه يعني انا امبارح كنت بتمنى ان الجمهور يبقى الملعب يبقى مفتوح زي المباراه بتاعه المنتخب وزي المباراه بتاعه النادي الاهلي كانت في نهاية افريقيا وقبل النهائي انا كان نفسي العدد امبارح يزيد لان انا بكلمك طبعا ما راحش حد 15000 امبارح انا بقول لك انا بكلمك بصراحه لا الجمهور بيبقى عامل ضغط على الفريق المنافس وعلى الحكم يعني شوف انا هقول لك على حاجه الحكم قبل ما ياخد قرار هيفكر 50 مره ويبقى مخلي المدير الفني يركز كويس قوي انا معاك كويس قوي انا معاك بس خلي بالك الحكم برضو في حكام قلبها ميت يعني لو في 100000 في الملعب وهو يعني في حاجه في دماغه معينه هيعملها هيعملها القصه مش قصه انما احنا دايما كنا بنقول على استاد القاهره بتكون الناس مسميها ايه مسميها استاد الرعب الفرقه وهي بتنزل بتسخن بتلاقي ال 100000 وال 120000 اللي موجودين لا ده حافز ليك اللعيبه نفسها يعني حتى واحنا بنلعب وانت مريت بكده ومحمود مر بكده حتى وانت تعبان حتى وانت مش موفق حتى وانت مش قادر لما بتلاقي الناس في ظهرك والناس بتشجعك والناس بتحمسك كل ده بيديلك طاقات اعلى من قدراتك اعلى من قدراتك البدنيه واعلى من قدراتك الفنيه انا قلت يا كابتن عمرو الجمهور بيطلع حاجه استحاله اي حد يطلعها غير الجمهور بالظبط فده برضو حاجه نتمنى ان شاء الله باذن الله في المباريات اللي جايه يعني انا شايف الناس اللي قادر ان هو يسيطر على 10 و15 و20 لا يقدر يسيطر على 40 و50 يقدر ويعني انا يعني والله يعني انا شايف ماتشات كتير يا كابتن انت اتامنت بشكل كبير جدا يعني مش العمليه مش عمليه تامين جماهير الجماهير النهارده انا كجمهور انا داخل اشجع فريقي عايز الفرقه ما هو ده بقى محمود اللي انا عايز اتكلم فيه انا عايز الناس انا عايز الناس تساعد المسؤولين عن اتخاذ القرار ان هم ياخدوا القرار بفتح الملاعب خلاص هو انا يعني عايز يعني الناس انا مركز عليه خلي بالك الناس الجمهور هو اللي هيشجع الناس انها ترجع الجمهور تاني الملاعب احنا بقالنا 4 سنين أو 5 سنين في دوريات كتيره جدا اتفوقت على الدوري المصري بسبب حضور الجمهور بس بالظبط بالظبط مش عشان عشان المنافسه اعلى اداره الاهلي تتكلم بقلب جامد انا عايز الجمهور يجي الجمهور بتاعي ملتزم وبعدين انتوا بتطبقوا القوانين انت احنا مش بنطبق القوانين دلوقتي وخلي بقى كل نادي مسؤول عن تنظيم المباريات بتاعته ابعد بقى عن انا بتكلم دلوقتي في الحالات الاستثنائيه اللي احنا بنشوفها مش هم بيطبقوا القانون عليهم طبعا طيب خلاص إيه احنا خايفين ليه وخلينا انا المسؤول خليني انا كنادي اهلي بالزبط. انا المسؤول عن تنظيم المباريات انا المسؤول عن دخول الجمهور انا بالظبط كده وهتلاقي الدنيا يعني احنا كلنا زي ما عملوا في ماتش الترجي زي ما وماتشات المنتخب في تصفيات كاس العالم بالظبط يعني ما والنادي الاهلي السنه اللي فاتت في قبل النهائي وفي النهائي ما احنا يا جماعه ما احنا في تجارب اتعملت وناجحه بالظبط فالدنيا لازم الدنيا لازم تمشي لازم الدنيا تمشي الجمهور عارف ان الملتزم بيتشال على الدماغ من فوق اللي مش ملتزم بيتبع مع الخطوات القانونيه والاجراءات القانونيه بحذافيرها لا وبعدين خلي بالك فخلص. دلوقتي احنا برضو بقى عندنا ملاعب كويسه بقى عندنا خدمات كويسه بقت الناس برضو الى حد ما الفكر بتاعها اتغير في حضور المباريات في ناس كتير بتبقى رايحه عشان تستمتع بالزبط. في ناس كتير بتبقى رايحه عشان تقف مع فريقها في ناس كتير رايحه عشان تتبسط يعني ابتدى الفكر نفسه بتاع الجمهور يتغير فعايزين نستفاد بالحته دي وعايزين نستغلها كويس وننميها ونكبرها ان شاء الله يعني كابتن عمرو عشان انا سالت الكابتن محمود السؤال ده عايز اساله لك برضو لو قاعد بتدون نقاط على مباراه الامس يعني ابرز النقاط اللي ممكن تكتبها ايه شوف انا هقول لك على حاجه انا يمكن لو اتكلمنا مثلا في الايجابيات هنتكلم ان انت اديت مباراه في حدود الامكانيات اللي موجوده او في حدود الظروف اللي موجوده انت اديت مباراه انا شايفها بنسبه كبيره مباراه جيده مش هقول جيد جدا ولا هقول ممتاز ولا هقول مباراه جيده الظرف اللي انت تعرضت له في بدايه المباراه وتغيير مش عايز اقول تغيير طريقه اللعب ولكن تغيير مراكز اللعيبه داخل الملعب انا شايف ان ده برضو حاجه من الحاجات اللي اثرت على الاداء بتاع الفريق انما الحاجه اللي هي بس قلق الواحد شويه ان انت بتوصل للجون ومفيش انهاء للهجمه كويس مفيش استغلال فرص المباريات دي يا ميدو بتاعه النص فرصه المباريات دي بتاعه اللي هي يعني انا عايز اكسب الثلاث نقط باي شكل وباي طريقه الناس كلها بتحاول انها تستغل عامل الارض والجمهور احنا امبارح الى حد ما استغلناش عامل الارض والجمهور فدي حاجات كلها عايزين ان شاء الله نتلاشاها ونتلافاها في المباراه اللي جايه باذن الله المباراه اللي جايه بتاعه كامبالا سيتي مباراه صعبه جدا
طبعا. انت ما انتش عارف هتلعب على الملعب شكله ايه، ما انتش ممكن تلعب، وغالبا هتلعب كده، هتلعب الظهر او هتلعب العصر في جو حر، هتلعب يعني، فمحتاجه يعني محتاجه تركيز عالي جدا جدا، ومحتاجه يعني زي ما احنا بنقول محتاجه يعني قلب ميت. انا نازل عندي هدف محدد الثلاث نقط اخدهم باي شكل. تمام، استاذنكم اخد نجم مصر ونجم الاهلي كابتن الكبير كابتن اسامه عرابي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك يا ميدو، وحشتي. وطبعا برحب بالكباتن الكبار عمرو انور وكابتن محمود ابو الدهب. كابتن اسامه ازي حضرتك؟ انت وحشنا كتير يا كابتن اسامه، عامل ايه؟ وانت والله اكتر، والله الحمد لله بخير. الله يخليك، الحمد لله. يعني خدت تجربه صعبه جدا يعني. اكيد فقت شويه. الحمد لله الحمد لله. انا بالنسبه لي يعني احنا مدربين محترفين بتشتغل في اي وضع، والحمد لله يعني رغم ان المده اللي قليله جدا والدوري كان مضغوط، لكن الحمد لله تجربه كانت كويسه يعني. لكن الهدف بس انا ما كملتهاش يعني، هي دي بس اللي انا طبعا مشيت قبل اخر 7 ماتشات، فهي دي بس النقطه اللي. لكن الحمد لله بصفه عامه الحمد لله الواحد كان مبسوط فيها يعني. يا ربنا يجيب لك اللي فيه خير يا كابتن اسامه. احب اسالك عن مباراه الاهلي والترجي، شفتها ازاي وايه ابرز النقاط الايجابيه والسلبيه اللي حضرتك شفتها في هذه المباراه؟ والله بص، انا المباراه تحت الظروف اللي كانت فيها بعض الغيابات طبعا مباراه مش سهله، خاصه ان هي جايه بعد هزيمه نادي الزمالك والخروج من الكاس الافريقي، فكانت عامله ضغط شويه مع طبعا الغيابات يعني، غيابات طبعا مؤثره سواء معلول سواء ازارو عبد الله السعيد. طبعا بس عبد الله السعيد خلاص احنا قلنا الموضوع ده المفروض خلاص انه يعني خلاص يعني ال 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 الوضع بتاعه خلاص بقى واضح ان هو يعني بره ولا في فنلندا يعني. تمام تمام. لكن انا بتكلم حتى في بقيه المجموعه الواجهيه طبعا حبيبه، لكن طبعا حبيبي اهم اللعيبه اللي في النادي الاهلي، رغم طبعا يمكن الفترة الأخيرة شوية مش في الحالة الطبيعية بتاعته، لكن طبعا واحد من أهم اللعيبة في النادي الأهلي. والله أنا شايف، كنت شايف إن في كفاح في الملعب، عارف إن المباراة كانت هتبقى صعبة لأنه النتيجة الكبيرة النادي الأهلي السنة اللي فاتت عملها مع الترجي هتبقى مخلية لعيبة الترجي متحفزة جدا، بيلعبوا بتحفظ كبير يعني، بيلعبوا على هجمات مرتدة بسيطة. انا شايف انه النادي الاهلي في اخر ثلث ساعه هو ده الشكل اللي هو كان المفروض يبتدوا بيه، مش شكل كلاعيبه يعني. هو اسلام محارب نزل وفي ناس تغييرات نزلت، لكن مش قصدي التغييرات، انا قصدي ان الريتم السريع اللي كانوا فيه والاصرار على المكسب كان واضح في نهايه المسار من البدايه لغايه مثلا دقيقه 75 او دقيقه 70. لكن بصفه عامه انا كنت شايف في جهد كتير، ولكن شويه حاجتين فرقوا، من لعب في نص الملعب شويه والقدره على انك توصل الفراوده للجول. الحاجه الثانيه عدم استغلال الهجمات اللي لاحت للنادي الاهلي، استغلال يعني الفرص مروان الفرص في مروان كان بيحاول، ولكن بكماني بقاله فتره ما كانش بيلعب صحيح، والماتش اللي قبله لما نزل في مباراه الاسيوطي عمل شغل كويس في الثلث ساعه لعبها، لكن اقدر بعض الفرص السهله اللي كان ممكن يتصرف فيها احسن من كده. وليد سليمان حاول، ميدو جابر حاول، ولكن الهجمات ما كانتش مؤثره قوي على المرمى الترجي التونسي. في المقابل هم ما لهمش غير فرصه او فرصتين طوال 90 دقيقه، لكن انا اعتقد هم برضو كانوا متخوفين قوي من النتيجه الكبيره اللي كانت حاصله معاهم في السنه اللي فاتت. بصفه عامه انا شايف الاداء بالذات في الثلث ساعه الاخيره كان معقول بالنسبه لوضع النادي الاهلي قبل كده في الماتشات الاخيره. كان في رتم سريع، كان في حماس، كان في اصرار، ولكن التركيز كان غايب شويه في انهاء الهجمه يعني. يعني شايف يعني اتفضل يا كابتن. لا اتفضل، انت كنت هتقول حاجه. كنت اقول لك حظوظ الاهلي في هذه البطوله. لا حظوظ الاهلي كتير، انت بتتكلم في دوري مجموعات، ما بتتكلمش في
في في في في في خروج مغلوب يعني. يعني انت لسه عندك خمس مباريات ب 15 نقطة، موضوع لل 70 لسه هيحصل. انا مش شايف انه انا مش شايف المجموعة نهائية يعني. يعني ان شاء الله يعني انا اتوقع الاهلي والترجي هم اللي هيصعدوا اتصور كده، الا لو حصلت المفاجآت بقى الغريبة اللي في كرة القدم. فانا اقصد الموضوع لسه يعني بدري يعني ان احنا نتكلم في 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 الاهلي حظوظ كبيرة طبعا جدا، خاصة كمان انه في ناس هترجع، في ناس هتضاف، في ناس يعني بقى تطور انه الاهلي والترجي في نفسه هتبقى اكتر من الفريقين. يا رب يا كابتن اسامه يا رب، وربنا بعدنا عن المفاجات. وشكرا جدا على هذه المداخله كابتن اسامه، كل التوفيق ليك فيما هو قادم باذن الله في فرق ان شاء الله تقودها وان شاء الله تحقق معاها اللي انت عايزه. كابتن اسامه عربي نجم الاهلي شكرا جدا ليك. برضو الكلام في ال شويه زي ما قالك الكابتن عمرو، اي حد هيخش يا كابتن هيقول لك ان النادي الاهلي، الناس قلقانه بس مش اكتر، النادي الاهلي متعوده، النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيلعب على بطوله، لكن هي لسه بدري يعني. في انت في بدايه المشوار، انت بتلعب الترجي برضه، الترجي زي ما الكابتن اسامه قال ان انت السنه اللي فاتت الترجي مغلوب بهزيمه كبيره هنا يا كابتن في استاد في البورصه على ملعبه، على ملعبه هنا تعادلنا برضه، تعادلنا هنا وكسبت هناك. فانت دايما طبعا في بيبقى تخوف من الذكريات، ان انت النهارده زي ما قلت انت كعب عليك برضه، في نفس الوقت انت واخد البطوله في الترجي من في تونس اللي قبل اللي فاتت من تونس، فانت برضه متخوف بشكل كبير جدا. النادي الترجي لما برضه فرقه عندها خبرات، لما بتلعب النادي الاهلي في اخفاقات عندك، ممكن يكون في لعيبه مش من مستواها، في غيابات كتير جدا، في عوامل مؤثره. حاجه ثانيه زي ما بقول لك، انا يمكن والله فعلا انا بحس النادي الاهلي بيلعب في برج العرب، ده مش استادك يعني. انا اتمنى ان تلعب في استاد القاهره حتى لو بدون جماهير، كنت تلعب في استاد القاهره، هو ده هو ده يعني، ده بيتي يعني. طول عمرنا لعبت النادي الاهلي، وانت رايح استاد القاهره بتحس ان انت بتلعب على ملعبك، الفرق كبيره جدا، حتى الفرق اللي بتلعبك من افريقيا بتلعب جايه خايفه من استاد القاهره، من الارضيه. النهارده حتى لو الجماهير 15000 متفرج وهم موجودين في استاد القاهره، تحس ان هم كتير جدا، لكن تحس ان استاد برج العرب، ان انا برضو بروح اسافر واروح واتحرك. ايوه عشان كده الجماهير معاناه، عشان كده الجماهير معاناه. وبعدين يا كابتن الفتره اللي احنا فيها دي النادي الاهلي محتاج الجماهير في ظهره بشكل كبير جدا. اتمنى ان لازم نعيد النظر، او المسؤولين يعيدوا النظر، واحنا قادرين زي ما قلنا الكابتن عمرو قال وحضرتك قلت ان انت قادر ان انت تامن بشكل كبير جدا. انت بتلعب باسم مصر، بتلعب طبعا يعني بتلعب باسم مصر، وخير ومثل لمصر النادي الاهلي. احنا شايفين محمد صلاح ما شاء الله قلب العالم كله. أيوة. بص يعني تخيل لما انت كمان النادي الاهلي بقى بطل افريقيا، والنادي الاهلي فاز على العالم الانديه، الموضوع باسم مصر لا باسم. انا بص انا في نقطه بس انا عايز اتكلم فيها في موضوع الجمهور او العدد يعني بتاع الجمهور. هو ايه الفرق ما بين ان انا بلعب الترجي النهارده في دوري المجموعات، وايه الفرق ان انا لعبت الترجي في نهائي البطوله؟ مش السنه اللي فاتت كان الملعب مفتوح؟ هو يعني اهميه المباراه، والمباراه بتاعت امبارح دي مش مباراه مهمه؟ مهمه جدا. هما بيحسبوها دوري المجموعات يا كابتن، اول مباراه في المجموعه يعني على كده يعني، هي بتتحسب كده؟ ما بتتحسبش كده، لا بيحسبوها، في ناس مسؤولين بيحسبوها كده والله. يعني طب لو المباراه دي نهائي بكره زي ما الكابتن عمرو، لو مباراه الترجي دي نهائي، هنجيب لك 100,000 متفرج هيفتح لي الاستاد، هتلاقي الاستاد مفتوح. ما انا بقول بالظبط هي دي الفكره. وهم الاحلى من كده يا كابتن عمرو، وده انا بكرر وبعيد فيها، ان هم بيطبقوا القانون دلوقتي بالظبط. لا بقى في كاميرات وبقى في امن. ايوه اللي بيعمل مشكله بيبقى معروف مين اللي بيعمل مشكله، ما بقاش زي الاول ناس كتير يعني بتخش في المشكله وهي مالهاش دخل. لا يعني ربنا ليه نرجع خطوه لورا. اتكلمت برضو مع الكابتن محمود عن حسام غالي، واحنا اتكلمنا عليه، هل الاهلي محتاج قائد في الملعب فعلا؟ دي بتفرق يا كابتن عمرو. اي فريق في العالم محتاج قائد في الملعب. احنا ما كلنا احنا لعبنا كده، ما فيش فرقه بتلعب وما فيش ليها كبير في الملعب او ما فيش ليها قائد في الملعب. اي فرقه، وهو ده اللي بيفرق فرقه عن فرقه. لان انت النهارده في اوقات لما هيبقى الملعب ان شاء الله كده ممتلئ عن اخره يا رب يعني، يا رب هيبقى القائد اللي في الملعب ده هو المدرب اللي في الملعب. مش كل حاجه هتعرف تاخدها من بره، ومش كل حاجه الجهاز الفني من بره هيقدر يوصلها لك في الملعب. فدي لا، دي طبعا حاجه مهمه جدا وحاجه ضروريه جدا. كلنا حتى كنت انا بتكلم انا ومحمود، كلنا كنا بنتمنى ان حسام غالي يعني يتراجع عن القرار اللي هو بتاع الاعتزال بتاعه، ولكن ده قراره طبعا الشخصي، وهو ادرى واحد بحاله،
والفكره اللي احنا بنتكلم فيها برضو، طب ما هو النهارده ممكن يبقى حسام غالي ما اعتزلش بس يعني لا قدر الله مصاب او اي حاجه، لازم يكون في حد تاني، لازم يكون في بديل، لازم يكون في قائد في الملعب، لازم يكون في واحد بيوجه الناس، لازم يكون في واحد بيهدي الناس، في واحد بيطمن الناس في الملعب. امبارح برضو كان في مشكله في الملعب، التسرع، اللعيبه تحس انها مضغوطه. الكابتن محمود يعني اللعيبه تحس انها مضغوطه، اللعيبه عايزه تجيب جون عشان ترتاح وعشان تريح الجمهور وعلشان الكره مش كده. يعني انا 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 فاكر لحد النهارده مباراه نهائي الكاس السنه اللي فاتت مع النادي المصري، احنا دخل فينا جون في الاكسترا تايم، مظبوط بالظبط صح، وجبنا جونين في اخر خمس دقائق، في اخر ثلاث دقائق كمان، في الشوط الرابع مش في الشوط، يعني انت حتى الشوط الثالث خلص وانت خسران 1-0. اللي كسبك الماتش ده حاجه واحده بس، الهدوء 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 اللي كان موجود، اللي كان موجود على الجهاز الفني وبالتالي انعكس على اللعيبه، وصلك لان انت الجون اللي جابه احمد فتحي ده لو اي واحد في الحته دي مضغوط ومتوتر ومتنرفز مستحيل يعرف يحط الكرة مستحيل يفكر. لو حد غيره انا بقول لك مستحيل يفكر الفكر ده لو هو مش هادي. فدي نقطة مهمة جدا ما كانتش موجودة امبارح، ان اللعيبة برضو كانت متسرعة في يعني في فرق ان انت تكون بتلعب بسرعة، الريتم بتاعك سريع والاداء بتاعك سريع، وفي فرق ان انت تكون متسرع. امبارح لا، اللعيبة كانت متسرعة بشكل كبير جدا وكانت متوتره بشكل كبير جدا. بص يا كابتن ميدو وكابتن عمرو، يمكن انا قريت تصريح للكابتن حسام البدري بيقول لك اتمنى بقاء حسام غالي سنه كمان، هو عارف اهميه القائد يا كابتن. حتى يمكن ما انا بقول لك يمكن الكابتن عمرو عايز اقول لك على حاجه، احنا لو اي حد سال حسام البدري لو قال حسام غالي انا محتاجك فعلا، بص الكابتن عمرو لو سالت اي حد على حسام غالي بالذات يا كابتن عمرو هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته ونفس الكلام اللي كابتن عمرو قال، لان انت اصلا في لازم يكون عندك قائد في الملعب بيوجهك او بيهديك، زي ما انت انا قلت لك في تسرع كان امبارح موجود، مفيش حد بيكلم حد يا كابتن، حتى في غلطات او في اخطاء محدش بيوجه حد او محدش بيكلم حد، لازم نتكلم مع بعض كتير. يمكن انا لسه بقول يا كابتن مباراه الاسيوطي كابتن ميدو بيسالني بيقول لي يعني في عمق، لا ازاي النادي الاهلي في غلطات بتحصل مش لعيبه النادي الاهلي اللي تعملها، ان انا بيجي لي جون من القلب او ان احنا نخترق من القلب، ما بنتكلمش مع بعض كتير. فلما يكون في قائد يا كابتن، يعني الكابتن اسامه عربي زمان لما كنت بتكلمونا كان يقول لي خلي بالك من ظهرك خلي بالك من وراك، يعني في ناس كان بتوجهك فكنت بتسمع. كابتن حسام حسن كان من اخر الدنيا لما كان بيرجع كابتن بيوجهك باسلوب فبتهدى لما يكون في ناس. في حاجه ثانيه كمان، لما يكون قائد في الملعب يا كابتن ميدو انت كمان بتريح المدير الفني لانه بيوصل لك المعلومه، فعنده ثقه كبيره ان في لعيب كبير بيوجهك بشكل كبير. ممكن يتعصب عليك، ممكن يتنرفز عليك، احنا كلعيبه بس في الاول وفي الاخر كلها عاوزين نكسب بالظبط، وهو بيبقى اقرب واحد في الملعب بالزبط. يعني اقرب من الـ من الـ من الدكه اللي بره والمسافات اللي موجوده البعيده ما بين هو في كمان مميزات القائد لما تبقى كمان في القائد نفسه بقى حاجه طبعا دي شخصيه دي حاجه دي خلي بالك ده برضو ده بيبقى جزء من الموهبه بالظبط يعني دي حاجه برضو بيبقى قائد خلي بالك. وعايز اقول لك على حسام محبوب يا كابتن، يعني محبوب من بره ومن جوه، وبعدين بيوجه باسلوب ممكن غيره او بيحصل عليه ضغوطات في بعض الاوقات، لكن في الاول في الاخر هتلاقي ان هو عايز يكسب زي ما هو يعني مش من نوع بالعصبيه او بالنرفزه، اكيد في الاول في الاخر اكيد اللي حواليه فاهمين القصه دي. اصل لو اللي حواليه مش فاهمين القصه دي كان بقى حصل مشاكل كتيره جدا. يعني متخوف من ايه في الفتره اللي جايه؟ لا انا مش قلقان من حاجه خالص خالص خالص. انا بكلمك بمنتهى الامان والله، اصل يعني خلي بالك النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عودونا على كده، ان انت لما بتبقى في ازمه بيبان بقى المعدن الاصيل بتاع اللعيبه وبتاع النادي. محتاج ايه؟ شوف انا هقول لك على حاجه، محتاج ايه من ناحيه ايه بالظبط؟ محتاج ايه فنيا في الملعب؟ محتاج ايه مراكز؟ محتاج ايه تدعيم؟ لا مش انا يعني بص انا هقول لك على حاجه، انا وجهه نظري لو اللعيبه اللي هي في الاعارات رجعت، انا مش شايف ان النادي الاهلي هيبقى محتاج غير مركز واحد اللي هو قلب الدفاع السيرد باك واحد ولا وممكن لا في ظل البطولات الكتير اللي انت بتلعبها والفترات القليله اللي ما بين الماتشات، لا هتبقى محتاج اثنين لان انت في اوقات كتير خلي بالك مركز اللي هو المساك او السيرد باك ده اكتر مركز ممكن معرض كمان للايقافات بالظبط، انذارات مش هقول اصابات، هتلاقي ايقافات هتلاقي في انذارات هتلاقي في اي يعني فيه، فلا هيبقى محتاج عندك بدائل في الحته دي كويس.
ممكن في يعني في الفتره اللي جايه دي. بس برضو انا يعني انا بس اتمنى الموضوع ده يتم بهدوء شويه، انك برضو تقدر تدور على صانع لعب كويس اللي هو يعرف يربط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين، اللي يعرف يوصل لك للجون، اللي يعرف، بس مش اللي هو انا عايز صانع لعب فاستعجل واجيب اي حد. لا، انا يعني عايز الحته دي تبقى يعني فيها تأني شويه، يبقى فيها هدوء شويه، بحيث ان انت تعرف تجيب حد في المكان ده يكون على قدر مسؤوليه فانيله النادي الاهلي، مش اكتر من كده. في لعيبه كتير كويسين، في لعيبه كتير موهوبين، ولكن في لعيبه برضو كتير مش على قد مسؤوليه الفانيله بتاعت النادي الاهلي. هي دي الفكره اللي انا بتكلم. اكيد يعني نورتنا وشرفتنا كابتن، ربنا يخليك. وكان فعلا محتاجين ان احنا نجيب ناس بقيمتكم ان هي تكلم الناس وتطمن الناس. الموضوع عادي جدا زي ما حضرتك قلت وختمت، ان انت مش قلقان من اي حاجه. بص يا ميدو، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي على مدار التاريخ، انا معلش، انا مع احترامي لاي حد ولاي راي ولاي فكر، النادي الاهلي عمره ما وقع. النادي الاهلي بيتعثر، انما الفرق، خلي بالك بقى، ودي حاجه انا بقولها وهفضل اقولها على طول، الفرق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني الوقت القليل جدا في الرجوع. هي دي الفكره بالظبط اللي مخلي، خلي بالك، اللي مخلي الجمهور قلقان والناس قلقانه، ان انت بتتكلم في ثلاث مباريات ورا بعض من غير ما تكسب. بالظبط، مش اكتر من كده. يعني احنا يعني انا في بدايه كلامي معاك قلت لك الفتره اللي جايه دي محتاجه هدوء، محتاجه تركيز، محتاجه تفكير، محتاجه ان انت تتصرف وانت مش متوتر، وانت مش مستعجل، وانت مش مضغوط، مفيش حد ضاغط عليك عشان تتحرك بسرعه. مش محتاجه منك انك تتصرف بسرعه. انت عندك مباراه اللي هي بتاعت كامبالا، وبعد كده هيبقى عندك مساحه من الوقت تقدر تعدل صفوفك كويس، تقدر تفكر في النواقص اللي موجوده عندك، تقدر ان انت ترجع اللعيبه بتاعتك اللي موجوده، التدعيمات. انا شايف لو في لازم تبقى حاجات، في حاجات اساسيه وضروريه اللي احنا اتكلمنا فيها، مركز قلب الدفاع. وحاجه تاني يعني انا شايفها بعد كده تيجي حته موضوع صنع. غير كده انت لو الفرقه بتاعتك رجعت من الاصابات ومن الاعراض، شكرا، انت خلاص هترجع تاني النادي الاهلي اللي هو كان اول السنه المدير الفني محتار يلعب مين ويقعد مين بالظبط، ولما والمباراه شغاله محتار ينزل مين اللي مره من اللي بره مكان الناس اللي موجوده في الملعب. بس هو ده بالزبط. انت اللي حصل عندك، المشكله اللي حصلت عندك دلوقتي النقص الغير متوقع. بالظبط، انت لو كنت السيناريو ده رسمه من الاول ما كنتش هتوافق على كل الاعراض اللعيبه اللي طلعت. بالظبط، نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك يا ميدو. نورتنا وشرفتنا كابتن، وانا كنت سعيد طبعا بكلام الكابتن عمرو، كلام محترم. انا فعلا مش قلقان على النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير بالاعراض بالاصابات اللي موجوده، ان شاء الله الاهلي يرجع تاني باذن الله. يا رب ان شاء الله. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي. عملنا لكم النهارده مداخلات، و يا رب نكون هدينا شويه. لازم نهدى زي ما قال الكابتن عمرو والكابتن محمود، لازم نهدى ولازم ندعم النادي بكل ما نملك. لازم الجماهير ترجع، جماهير تملا استاد القاهره باذن الله بالتزامنا التشجيعي، عشان نقدر نتكلم واحنا قلبنا جامد جدا جدا جدا. ان شاء الله ما تقلقوش خالص عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، واوعى تنسى ان انت الاهلي. تصبحوا على خير.